صباح الخير، صباح السعادة على حضراتكم. منتصف الأسبوع والنهاردة يوم مش عادي، لأن النهاردة احنا بنتكلم عن مباراة في غاية الأهمية. طبعا كل التوفيق بإذن الله، يعني نتمنى لا غدا، أنا آسفة الواحد لسه صاحي، بس احنا النهاردة لازم نبتدي الكلام في الموضوع، هنتكلم في التفاصيل طبعًا. وإن شاء الله زي ما احنا كنا بنقول امبارح برضو يكون في يعني مردود مختلف إلى حد ما، لأن أعتقد جماهير النادي الأهلي لم تقبل بنفس الأداء اللي كان في مباراة الذهاب، لم طبعًا. يكن مرضي إلى حد كبير. خلينا نكون عندنا مصداقية برضو، فبإذن الله احنا نتكلم في كل التفاصيل النهارده لمباراه غدا باذن الله. صباح الخير يا كابتن. صباح الفل عليك يا نهاوندي، صباح الفل على مشاهدي الاهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد ان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا باذن الرحمن. بنرحب كل حضراتكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. كالعاده عندنا موضوعات كتير هنتكلم مع حضراتكم فيها في حلقتنا النهارده. بعض المستجدات هنحب نعرفهم لحضراتكم اولا باول كما تعودنا من خلال هذا البرنامج. وبرده كالعاده في الساعه الثانيه بيكون دايما عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى النهارده هتنورنا من خلالها بطله من ابطال الكاراتيه البارالمبي، هندخل في عالمها ونعرف كل تفاصيله. الفقره الثانيه هيشرفنا فيها الناقد الرياضي صبري سراج، وطبعا دي الفقره بقى اللي هنتكلم فيها باستفاضه عن ماتش بكره ان شاء الله. طيب خلينا نبدا ونكلم حضراتكم، يعني خلي تفكيرنا شويه في ماتش بكره امام طبعا زي ما كنت بقول سان داونز. القصه كلها ان انت عايز تركز ازاي ممكن يعني تكسب بهدفين على الاقل. انا بتكلم هدفين على الاقل وتاهل كمان للنهائي. عشان كده رسالتنا النهارده هيكون مين اللي خليني اقول للجماهير اللي هتتواجد بقوه واللي دايما كمان تكون مع فريقها في كل المواقف. شفنا ده على مدار مباريات طبعا. وعلى مدار طبعا بطولات كتيره جدا الفتره اللي فاتت. عندك 90 دقيقه متواجده، ومن اجل التاهل هنا احنا عايزين نركز شويه وعايزين نؤازر الفريق. انا عارفه في ناس كتير على فكره، حتى احنا رسالتنا كانت امبارح يعني في نوع مش هقول من الغضب بس اللوم شويه، لكن خلي الى حد ما برده الرسائل توصل، لان كل حاجه بتوصل للعيبه. خليني اقول لكم يعني اكيد حضراتكم عارفين، مش عايزين نصدر روح انهزامية. الفريق عنده مباراة مهمة جدا، وعنده يعني مش هقول بس مباراة اللي هي غدا، لا ان شاء الله انت عندك كمان مشوار طويل جدا صعب، محتاجين جدا نكون واقفين معاهم. انا اتوقع وجود الجماهير يا كريم بكره هيكون لي عامل كبير جدا ايجابي طبعاً. لكن برضو انا مش بحب ان احنا نعول بس على المباريات اللي بتكون على ارضك. انا بحس ان بالعكس لو انت فزت على ارض المنافس ده بيكون يعني زي ما بتقول اد فاليو، او يعني شيء افضل بكتير وبيريحك في نفس الوقت. احنا كنا على الاقل تعادلنا على ارض المنافس، كان ممكن ان احنا نلعب هذه المباراه واحنا شويه مطمنين، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل. زي ما كنا بنتكلم نتمنى ما يكونش بس في لعب دفاعي وفي جيم مقفول، عايزين نشوف جيم كويس، عشان عايزين نشوف فيه هجوم كمان، وعايزين نشوف فيه اكيد في الاول في الاخر سكور يعني مرضي لجماهير النادي الاهلي. فبالتوفيق ان شاء الله. ما فيش يعني ذره مساحه لان احنا نشوف الحاجات اللي كان لينا عليها تحفظات كتير في الماتش اللي فات. على فكره شيء من التحفظات ابتدى من اول الماتشين بتوع سيمبا، يعني كان في شويه حاجات كده ايه. بس كالعاده كالعاده احنا اكيد كلنا عندنا ثقه في يعني في لعبتنا وفي الجهاز الفني. فيما يتعلق بالجمهور بقى، في الحقيقه الجمهور برضه هو كمان كالعاده دايما بيبقى له مفعول السحر مع اللعيبه. الجمهور بشكل عام وجمهور النادي الاهلي بصفه خاصه، والكلام ده مش جديد، الكلام ده من قديم الازل عبر التاريخ 100 مرة قبل كده، كان الجمهور فعلا هو مفتاح النجاح ومفتاح العبور والتصعيد للنادي الأهلي في بطولات مختلفة في سنوات مختلفة. جماهير النادي الأهلي الحقيقة طول عمرها لا تكل ولا تمل من المؤازرة ومن تشجيع اللعيبة. بالمناسبة حتى لو عندهم تحفظات، حتى لو عندهم لوم زي ما انت يعني اللفظ اللي انت استخدمتيه مظبوط جدا، حتى لو عندهم لوم على اللعيبة أو على الجهاز الفني أو على أي شيء، دايما موجودين ودايما صوت هتافهم بيرج المدرجات، ودايما بيبقى لهذا الهتاف انعكاس ملموس على اداء اللعيبه وبالتالي على نتيجه المباراه بشكل عام. وده اللي احنا بنتمنى ان شاء الله ان هو يحصل بكره في الماتش. جماهير النادي الاهلي ياما ولعت يعني المدرجات قبل كده، وزي ما قلنا امبارح وزي ما قلنا من شويه وهنقول تاني، احنا واثقين في الجهاز الفني وفي اللعيبه، وان شاء الله عندنا امل كبير ان هم بكره يعملوا اللي عليهم وزياده ونتاهل للنهائي ونحقق نتيجه ايجابيه مرضيه لجمهور النادي الاهلي. عايزين نشوف يعني برضو تقرير، لان امبارح كابتن محمود الخطيب رجع للقاهره، وده كان قبل ما يستكمل برنامجه التاهيلي اللي كان بينفذه. ده طبعا باحد المراكز التاهيل الكبرى في دبي، كنا قلنا لحضراتكم المعلومات دي. هو رجع لان كان عايز يشارك بشكل شخصي في حفل تابين الراحل الحاج تيسير الهواري، اللي اعتقد كلنا لما بيتقال اسمه يعني سواء كان عايش كنا بندعي له، او يعني بعد ما توفى دايما بنترحم عليه
عليه وبنذكره لان هو كان من الشخصيات المحترمه جدا واللي بتحب النادي الاهلي بشكل كبير جدا، واللي على المستوى الشخصي شخص بجد تحبه. يعني عارف يا كريم لو كنت تتكلم معاه، يعني شخصيه جميله جميله بجد ومحترمه وبيركز مع كل الاعمار اللي بتتكلم عليه وبيدي لكل واحد يعني اهتمام بجد. يعني زي ما دايما بقول الاسم ممكن يكون بيرحل او الشخص بيرحل، لكن الاعمال بتبقى والتاريخ بيبقى والذكرى الحلوه دايما بتبقى. احد رموز اعضاء طبعا لجنه الحكماء بالنادي واللي اقيم كان بفرع الاهلي تحديدا بالتجمع، وده بنتكلم تقديرا لمسيره الراحل وعطائه طبعا حاج تيسير للنادي على مدار سنوات طويله جدا، وكان خلالهم داعم بشكل كبير ومساند للنادي الاهلي في كل المواقف. خلينا نروح نتابع التقرير ده. وزي ما كنت بقول لحضراتكم يعني كابتن محمود الخطيب كان وقتها لما توفي يعني الحاج تيسير كان موجود في فرنسا للاسف طبعا، لكن هو عاد من دبي اللي يعني حضور هذا الحفل، حفل تقبيل الحاج تيسير الهواري. خلينا نتابع. هو الوالد مش عشان والدي، لا انا بقول شهاده حق في انسان هو ما كانش اهلاوي عادي، هو كان الراجل ده حياته كلها بتدور حول النادي الاهلي، هو كان صاحب قضيه وكان مقتنع تماما بقضيته ومؤمن بيها، وهي نجاح ورفعة وتقدم النادي الأهلي. الكلام ده خلي بالك أنا بقوله مش كلام، يعني مش بقول كلام منمق أو بحاول إن أنا ألاقي كلام أقوله في حقه، أقسم بالله العظيم حياته كلها كانت بتدور حوالين النادي الأهلي. هو فعلا زي ما أنتي قلتي هو نموذج، فعلا نموذج للإخلاص لقضية. وعشان كده زي ما حضرتك كنت بتقولي في الأول، الناس ممكن تكون لمست قد إيه مجلس الإدارة وكابتن محمود والمحبين والأصدقاء ليه، عشان عارفين الكلام ده، وكان دايما دايما عنده قدرة هائلة على إن هو يختفي من أي مشهد، فكان يحب إن هو يعني يبذل مجهود يبذل أي حاجة ما يتكلمش عنها ولا يقولها. لا هو الحقيقه الحاج تيسير عمود من اعمده النادي الاهلي وحكيم من حكمائه، وعمر طويل جدا اسهم بفكره بحبه باخلاقه بصفاته اللي نادر تلاقي حد زيه في مسيره النادي الاهلي، واهميته اكتر بكتير من الناس تعرف، لان حاجات كتير من اللي كان بيعملها كانت بتبقى في اوقات حرجة. ما النادي الأهلي زي أي عائلة كبيرة جدا، زي مؤسسة زي أي هيئة، بيبقى فيه مشاكل وفيه إيجابيات. وقت المشاكل يبقى فيه ناس كبار كبار في المكانة، كبار في العقل، كبار في الحب، زي تيسير الهواري، هم على طول بيبقوا اللي بيحلوا المشاكل. كل أقدر أقوله إنه أنا سعيدة جدا طبعا وفخورة جدا بعمي الحاج تيسير الهواري، وطبعا لمسة وفاء من النادي الأهلي كبيرة جدا، كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة وطبعا كل محبينه على مدى العصور، حاجة جميلة لمسة وفاء لكل رموز النادي الأهلي اللي مش موجودة كمان في المجلس دلوقتي، تم دعوتها رموز كبيرة عشان ما ننساش اسم. وطبعا انا عايز اقول كلهم ليهم مواقف معايا مؤثره جدا. يمكن النهارده احنا يمكن الأربعين تقريبا في ذكرى الأربعين، كابتن محمود الخطيب ما كانش موجود يومها، كان في رحله علاج، ولكن النهارده قال حاجه ان هو كان لازم يعمل يعني بصمه، ولازم يكون مشارك في التأبين، ولازم يكون مشارك في نعيه. وطبعا نعاه بالتأبين الجميل ده لانه ما كانش موجود ساعتها، كان في رحله علاج، ودي لمسه وفاء كبيره جدا. ومجلس اداره بالكامل بصراحه انه دعانا كاسره، والاسره كلها كانت موجوده. انا كنت بشوف الوالد وهو بيتعامل مع كل مشاكل النادي، لو في اي قصه دايره، لو في مشاكل ما بين في مجلس الاداره، كل ده كنت بشوفه، كنت بعصره من ايام كابتن صالح الله يرحمه. فانا مقدره كل اللي هو بيقوله، وهو كان صاحب صاحبه زي ما بيقول، فكابتن محمود بالنسبه له كان مش صاحبه بس، كان بمثابه ابن ليه، فكان حريص جدا على ان النادي الاهلي يبقى مستقر استقرار تام. فكانت حياته كلها دايره حوالين الفكر ده، استقرار النادي الاهلي وان النادي الاهلي يبقى في احسن حال. طبعا المشهد بالنسبه لي النهارده يعني بعيدا عن ان انا عضو مجلس اداره، انا بكلمك من صله القرابه ان الحاج تيسير كان خالي. انا سعيد جدا باليوم النهارده، تقدير مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب للحاج تيسير الهواري
في حفل تأبين حضروا كل أعضاء المجلس اللي متواجدين جوه مصر، وحضروا كل الشخصيات البارزة للنادي الأهلي اللي احنا بنعتبرهم بالنسبة لنا هم قيمة كبيرة جدا، وبنعتبرهم زي ما بنقول كده فجر للنادي الأهلي، كلنا بن 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 بيبقوا مثال لينا وقدوة. وجودهم كلهم النهاردة في حفل التأبين بهذا الشكل وإطلاق الاسم على القاعة بيدل على تقدير النادي الأهلي زي ما عودنا لولاده، لمحبينه، الناس اللي كانت فعلا بتدي النادي الأهلي بإخلاص ما بينساهمش حتى بعد وفاته. طيب بمناسبة بقى الكلام اللي كنا بنتكلم فيه مع حضراتكم من شوية المتعلق بالجمهور ومتعلق بأهمية وجود الجماهير في الملاعب، عايزين نعرف حضراتكم ان ابتدى مجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة الأستاذ جمال علام ابتدوا تحركاتهم واتصالاتهم مع كافة الجهات الأمنية عشان يضمنوا حضور الساعة الجماهيرية الكاملة في مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في ضربة البداية طبعا في تصفيات كأس العالم 2026 اللي هتقام يوم 16 نوفمبر. زي ما اتكلمنا مع حضراتكم برضو قبل كده وقلنا احنا عايزين نحسم كل مباريات التصفيات من أولها ومن البداية ونحسم التأهل عشان ما يحصلش زي ما كان بيحصل معانا قبل كده ان احنا نضطر ندخل في حسابات ملهاش لازمه وملهاش اول من اخر. كمان قرر اتحاد الكوره ان هو يوفر طياره خاصه للمنتخب يسافروا فيها الى ليبيريا لمواجهه منتخب سيراليون في الجوله الثانيه من التصفيات عشان طبعا مساله توفير الوقت والجهد بين الماتشين، لان المباراه الاولى هتتلعب يوم 16 والثانيه هتبقى يوم 19، يعني تقريبا ما فيش وقت ما بين الاثنين، وباذن الله نحقق الفوز في الماتشين ان شاء الله. عايزين كمان نتكلم منتخب مصر الأول، بس هنا كرة اليد يعني اكتملت صفوفه بانضمام المحترفين عندك في المران الرئيسي. كلمنا مع حضراتكم قبل كده ومعسكر القاهرة استعدادا هنا للسفر لألمانيا يوم 2 نوفمبر المقبل عشان يخوضوا وديتين أمام ألمانيا عندك يوم 3 ويوم 5، وطبعا ده استعدادا لبطولة كاس الأمم الإفريقية اللي هتستضيفها مصر باستاد القاهرة. يعني خلينا نقول بطولة كبيرة جدا، والتواجد الإعلامي صحفي من كل أنحاء العالم هيكون موجود بيغطي، أعتقد حاجة لازم تظهر بمشهد يعني يليق بمصر. وفي نفس الوقت إحنا نتمنى كمان المنتخب بتاعنا أن هو يقدم فعلا مباراة جيدة، وإحنا واثقين من ده، وكمان نتيجة بإذن الله كمان يا كريم تفرق جدا لما أنت تكون مستضيف بطولة وبتفوز طبعا المنتخب بتاعك بيفوز على أرضك كمان. فهي أقول لحضراتكم برضو أن يعني هنا الجهات كلها بتشتغل، جهات المعنية وكافة التجهيزات دلوقتي بتتم عشان يستقبلوا البطولة بالشكل اللي يليق بمصر. كمان في بطولة تانية مهمة جدا نتكلم مع حضراتكم فيها يشارك فيها منتخبنا استعدادا للبطولة الإفريقية، هي بطولة الدوري الذهبي من 3 لغاية 8 يناير اللي جاي، ودي هتكون في الدنمارك وهيلعب فيها 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا. خلينا نقول في المجمل منتخبات قوية جدا طبعا بإذن الله. صحيح. يعني خير استعدادا لحصد بقى هنا لقب البطولة الإفريقية. احنا ماشيين بخطوات لحد دلوقتي نقدر نقول جيدة جدا، لكن بيبقى بقى التوفيق وبيبقى يعني اللعب والتركيز، هي دي او الأداء الجيد هو ده. يعني اعتقد المنتخب عندنا مفيش حاجة كانت ناقصاها، معسكرات تمت على اعلى وجه، كنا بنتابع مع حضراتكم وعرضنا كل التفاصيل دي، مفيش حاجة كان في اي شكوى مثلا من الاتحاد الا لما تم حلها. فاعتقد دلوقتي المنتخب جاهز ان هو بقى يجيب لنا النتائج على الارض، فبالتوفيق ليهم باذن الله، ربنا يوفقهم باذن الله. كمان عايزين نتكلم مع حضراتكم على خبر من الاخبار اللي استجدت ومن الاخبار الحلوه، فكره النجاح عموما تبقى فكره لطيفه جدا وتستحق القاء الضوء عليها لما يكون النجاح ده يخص واحد من الكوادر المصريه المهمه، القيادات الرياضيه، رؤساء الاتحادات المصريه، لما بيعملوا شغل هايل في مكانهم الموضوع ممكن يتصاعد معاهم بعد كده، وقد كان وده اللي حصل بحذافيره. عايزين نعرفكم ان قرر الاتحاد الافريقي للتايكوندو برئاسه ادي ايزاكا نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، قرروا تعيين المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي مستشارا لرئيس الاتحاد الافريقي. القرار ده جه طبعا بعد قياده المستشار محمد مصطفى للاتحاد المصري بمنتهى الجداره والامتياز والكفاءه الحقيقه على المستويين الوطني والدولي، مما يجعل الحقيقه شغله لهذا المنصب المستحق فعلا امر منطقي جدا وطبيعي وسط مجتمع التايكوندو الافريقي. بنتمنى له كل النجاح وكل التوفيق، ولازم نبارك له هو شخصيا وهو منورنا على التليفون سياده المستشار محمد مصطفى، وفرصه نتعرف منه على ابعاد هذا القرار. سياده المستشار صباح الخير على حضرتك ومليون مبروك يا فندم، اهلا بيك. اهلا اهلا، صباح الخير على القناه العظيمه والنادي العظيم، صباح الخير على الاعلاميين المتميزين صديقي كريم دي والاستاذ نوال. اهلا، ربنا يخليك. اهلا، صباح الهنا عليك يا فندم. سعداء بهذا النجاح، والحقيقه ان هو نهايه منطقيه جدا
للشغل الهائل اللي حضرتك قمت بيه طول الفتره اللي فاتت. حضرتك استقبلت القرار ده ازاي، تعيينك مستشارا للاتحاد الافريقي؟ يعني بشكر حضرتك على المقدمه الهائله، يعني عهدنا دايما بحضرتك بالقناه الكبيره قناه النادي الاهلي. والله وده يعني حاجه يعني تحسب التليفون المصري. ممكن نعلي الصوت شويه يا جماعه بعد اذنكم؟ دي حاجه الحمد لله تحسب للرياضه المصريه وللتايكوندو المصري والمجلس الاداره وكافه المنتمين لمنظومه التايكوندو المصري عندنا. يعني احنا الحمد لله كنا على قدر من المسؤوليه في تقديم بطوله كاس رئيس الاتحاد الدولي وبطوله مصر الدوليه تبع التايكوندو في فبراير الماضي، كانت طبعا تحت رعايه رئيس مجلس وزراء مصر وبحضور تشريف الدكتور اشرف صفحي وزير الشباب والرياضه. كان موجود فيها كل رؤساء الاتحادات الافريقيه العربيه، بعض رؤساء الاتحادات الاسيويه والاوروبيه، رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي كان موجود. فشاهدوا التنظيم المحترم والمحترف واشادوا فيه وقالوا ان دي كانت بطوله عالم. نتائجنا الحمد لله وطريقه الاداره في الاتحاد والاعمال الحمد لله الاتحاد المصري للتايكوندو بيظهرها في الوسط التايكوندو الافريقي لاول مره، كان ليها برضه بصمه كبيره جدا في يعني يتم الحمد لله ترشيحنا لهذا المنصب الرفيع. هو مستشار رئيس الاتحاد الافريقي زي ما اتفضل، وده حاجه يعني من المناصب الرفيعه. وانا كنت في من دوره وانا عضو مجلس اداره كنت مستشار قانوني، ولكن حاليا الحمد لله الاتحاد الافريقي برئاسه السيد ايدي ساكن رئيس الاتحاد الدولي زي ما سيادتك تفضلت وقلت، قرروا بالاجماع تعيين مستشارا لرئيس الاتحاد الافريقي، ودي بتضع مصر في مكانتها يعني الطبيعيه في الرياضه الرياضيه الافريقيه على مستوى القاره. اسمح لي برضو يعني طالما ان انا بتشرف بوجودي في القناه الكبيره قناه النادي الاهلي، نعمل سبق كده وخبر انفراد للقناه ان اتبع هذا القرار، قرار من الاتحاد الافريقي بتعيين رئيس الاتحاد المصري وهو شخص متواضع يعني في مشرفا فنيا على بطوله افريقيا للكبار، وده الحدث الاكبر والاهم في القاره الافريقيه اللي هتقام باذن الله تعالى يوم 5 ويوم 6 نوفمبر بعد ايام، وهيشارك فيها باذن الله منتخبنا اللي هيسافر ويغادر النهارده مساء القاهره متوجه الى ابيجان عاصمه كوت ديفوار للمشاركه في البطوله، وهتبقى دي من اشرس واقوى بطولات افريقيا لان هي جي 4، ف يعني اي ميداليه فيها لاعب صنف افريقيا اعتقد ان هو كده هيحط قدمه اليمنى يعني في اولمبياد باريس 2024، يعني شبه بطوله مؤهله باذن الله للمصنف. كلام محترم جدا. طيب يعني احنا اولا عايزين نحتفل بقى، احنا قلنا خبرين حلوين من حقنا بقى سياده المستشاره، ووش البرنامج حلو على حضرتك يعني لازم طبعًا نعترف طبعا دي حقيقه. طيب انا عايزه اروح مع حضرتك لان يعني منصب خلينا نقول طبعا مبروك عليه لكن وراه مسؤوليات ضخمه، خلينا نقول برضو ايه اللي هيتطلب من حضرتك الفتره القادمه في فكره هنا كمان وضع خطه تطويريه للاتحاد الافريقي في هذه اللعبه تحديدا؟ هو كلام حضرتك مظبوط، والايميل اللي جاي من الاتحاد الافريقي يقول كلام محترم جدا وكلام عظيم جدا جدا، حاجه يعني تشرف اي مصري منتمي لوسط التايكوندو. الكلام اللي كان يعني موجود في الايميل، طبعا مستشار الاتحاد الافريقي هو يكلف ويتدخل في كافه الشؤون اللي بتسند ليه من قبل رئيس الاتحاد الافريقي على مستوى كل الملفات، على مستوى اللوائح، على مستوى النواحي التنظيميه، النواحي الاداريه، على مستوى التخطيط. وهو الراجل مقتنع جدا جدا بدور مصر ومقتنع بافكارنا وبالحاجات الكويسه المحترمه جدا اللي احنا قدمناها على مستوى الانجازات العربيه او العالميه زي البطولات العالميه في مدار السنتين الحاليين او على مستوى افريقيا. فهو كمان يعني في كلامه ان هو بيتطلع فعلا ان هو يبقى فيه الخبرات
بتاعت الاتحاد المصري، وان احنا نعمل حاجه قويه جدا لكل الاتحادات الافريقيه، وهي 52 اتحاد، 52 اتحاد افريقي هم اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد، 52 اتحاد في افريقيا هم اعضاء الاتحاد الافريقي. وطبعا ده انعكس كمان على الجمعيات العموميه للاتحاد الافريقي في الفتره الحاليه. صحيح. جميل. يعني ان شاء الله نعمل حاجه كويسه باذن الله معاهم، وننظر الخبرات باذن الله داخل عروسه الاتحاد باذن الله. برضه فرصه وحضرتك معانا، عايزين نعرف منك بالنسبه للاعبين المصريين، احنا عندنا كام لاعب يعني تم حسم تاهله حاليا للاولمبياد؟ احنا طبعا حضرتك بالنسبه لنا كلاعب ليها يعني رولز معينه، فاحنا تقريبا كل شهر ونص بنلعب بطوله من محطات التاهيل، وهي بطوله الجائزه الكبرى مع طبعا بطوله العالم اللي اقيمت في اذربيجان في يونيو الماضي، وبطوله العالم الاداه اللي كانت في الثاندر 2020 في المكسيك. ف احنا حاليا اقرب حد للتاهل عندنا البطل البنت بطل العالم في فايز، وهو بيحتل المرتبه الثانيه في التصنيف في الاولمبي والعالمي، وان شاء الله مشارك في بطوله افريقيا باذن الله تعالى. زي ما انا يعني قلت لحضرتك من شويه، هم مغادرين النهارده بالبيت، وربنا يكرمنا بميداليه للولد، وان شاء الله نعلن تاهله في اولمبياد باريس. الباقيين احنا عندنا بعد كده باذن الله يبقى عندنا هو اللاعب كمان ولاعبتين، دول اللي احنا بنسعى لتحسين تصنيفهم الدولي من خلال المشاركات والنتائج الدوليه بتاعتهم، وان شاء الله نتاهل بيهم من البوابه السمراء بقى القاره الافريقيه في الصفات الافريقيه ان شاء الله نطلع 2024 باذن الله تعالى. كل التوفيق سيادة المستشار، ونبارك لحضرتك مرة تانية. شكرا لك جدا سيادة المستشار محمد مصطفى. الواحد بيفرح لما يبقى عندك كادر مصري في أي مجال، على فكرة في أي مجال إن كان، بيقدر إن هو يشرفك سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى الدولي، لأن تاني الناس السوية طبعا بتحس إن أنت يعني مع نجاح أي مصري في الخارج أنت بتبقى نجحت، يعني هو ده الإحساس الطبيعي. إحنا ليه بنفرح بمحمد صلاح على سبيل المثال، وحد يعني إحنا مش من بقيه اهله زي ما بيتقال، مش شرط نبقى اصدقائه يعني، بس هي القصه كلها ان انت عندك مصري قدر ان هو ينجح بشكل كبير، ويعني ومش بس على سكيل صغير، لا على مستوى العالم كله، فانت بتشعر ان انت نجحت، هي دي النقطه كلها. فنتمنى كل التوفيق لكل الكوادر، وهرجع اقول تاني مهم جدا ان احنا ندي لنفسنا فرصه. لما امبارح انا وكريم اتكلمنا على التحكيم المصري وقلنا حكامنا المصريين، انا بدي مثال بملف ملوش علاقه دلوقتي بالموضوع، بس انا بدي مثال بملف مرتبط بالمثال بالموضوع اللي بتكلم فيه. قلنا ليه الحكام المصريين على المستوى المش محلي، يعني ما بيروح مثلا لاي مباراه ليت سي افريقيا مثلا بيتالقوا جدا، لكن داخليا لما بيجي يحكم في الداخل اي مباراه محليه بيبقى ليس الافضل، وبيلاقي انتقادات كبيره جدا، وبتلاقي فيه يعني مشاكل كتيره بيواجهها. هي دي النقطه. على فكره مش شرط المشكله تبقى عند الحكم ده نفسه او الشخص ده نفسه، وممكن يكون الاجواء المحيطه هي السبب ان انت عندك نقد فظيع، عندك تصغير من حجم الشخص اللي هو تقعد تقارن وغيره. انا اعتقد ان احنا محتاجين ندي نفسنا فرصه، يعني ندي نفسنا فرصه للنهايه نجرب نشوف كده، مش يمكن يكون في نتيجه جيده جراء مثلا ان احنا نعتمد على كادر محلي. وقلت الكلام ده برضو لما ضربنا مثال انا وانت من يومين تقريبا على المدير الفني المحلي للمنتخب، انا بتكلم تحديدا. فيعني اعتقد انت عندك كوادر كتيره جدا، لكن القصه كلها ان احنا يعني ندي الثقه للاخرين وندعم بعض. المهم قوي ان انت تدعم الاخر، لان مشكله التقليل من شان الاخر هي دي سبب في تراجع ان انت عندك كوادر ناجحه كتيره للاسف الشديد. طبعا لو الشخص ما عندوش ثقه بنفسه ده موضوع بيختلف من شخص لاخر يعني، ولا ايه؟ ولا وده كده الكلام طبعا. طيب احنا كنا ايام رد سريع مش قوي توقعتوش. احنا الايام اللي فاتت كنا بنتابع مع حضراتكم نتائج وكمان فعاليات بطوله مصر الدوليه لتنس الطاوله، ووقتها قلنا احنا الحمد لله برضو في هذه الرياضه
متألقين جدا. يعني احنا مؤخرا او يعني في الفترات الزمنيه القليله الماضيه ابتدينا نشعر ان مصر بقت رائده او بقت بتشعر يعني ان عندك لا نقله نوعيه في رياضات وفقا للنتائج اللي ابطالنا بيحصلوا عليها او بيحصدوها. تنس الطاوله من الرياضات دي اللي انا بتكلم عليها. الحمد لله نقدر نقول ناشئين وناشئات يعني مصر قدروا ان هم يقدموا بطوله مميزه جدا واحتلوا المركز الثاني في الترتيب العام للبطوله ده خلف منتخب الصين. طبعا انت فاهم الفوارق الكبيره. منتخب الصين من اقوى المنتخبات عالميا. فانت جيت المنتخب اللي هو او في الترتيب الثاني اعتقد ده شيء محترم جدا. منتخبنا قدر ان هو يحصد 12 ميداليه بواقع 3 ذهبيه ومثلهم فضه و6 ميداليات برونزيه. البطوله كانت يعني لفئات عمريه تحت 11 و13 و15 و17 و19 سنه ففئات عمريه مختلفه. التوفيق في اللي جاي. بس بجد احنا فخورين جدا ان احنا نسمع نتائج زي كده محققينها سواء على مستوى الناشئين زي ما كنت بقول لحضراتكم او الناشئات. طبعا لما بتيجي سيره التنس الطاوله الواحد بيقول بشكل لا ارادي ربنا يخلي لنا هنا جوده وكتر من امثالها. طبعا حقيقي نموذج يعني مشرف جدا وايقونه وملهمه لناس كتير. وتاكدوا حضراتكم ان هنا جوده هتبقى فعلا يعني من وجهه نظر ناس كتير فئات عمريه اصغر هي فعلا يعني حقيقي كلمه ملهمه تنطبق عليها بالمعنى الحرفي للكلمه. ربنا يبارك فيها. ومتوقع منها على فكره يعني ميداليه ان شاء الله اعتقد ذهبيه في اولمبياد ما طبعًا. يعني متوقع جدا. هي اصلا مشروع بطل اولمبي وده اللي اتكلم عنه كابتن محمود الخطيب قبل كده لما ذكر هنا جوده قال لك مشروع بطل اولمبي فعلا طبعًا. ففي المستقبل نتوقع بنسبه كبيره جدا ان هي هتقدر ان هي تحصد ميداليه ذهبيه باذن الله. يعني يا رب يا رب ان شاء الله. طيب خلونا بقى قبل ما نطلع الفاصل ده ناخد فكره كده مع حضراتكم عن درجات الحراره النهارده في محافظات مصر المختلفه وصلت لكام. هنطلع فاصل بعديها وان شاء الله لنا هوا. خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. وفي الفاصل بنحب أنا وكريم نطلع على يعني التوقعات وغيره. النهاردة احنا بنتكلم عن يعني مباراة هنتكلم في تفاصيلها طبعا. وغدا هنشهد المباراة الأهم مباراة الإياب بين الأهلي وسان داونز واللي الكل متوقع فيها فوز للنادي الأهلي. مش بس مثلا بجول لا باثنين وثلاثة. احنا دلوقتي كنا بنتابع أنا وكريم على تويتر ناس بعت التوقعات يقول لك لا اطمنوا احنا ممكن 2-0 ممكن 3-1 حاجات زي كده كلها يعني تدي تفاؤل برضو يا كريم. أنا عجبني التوقعات دي يعني اعتقد كده ممكن تكون حقيقيه. انا اتوقع اكتر لو اتحققت بقى باذن الله بكون في قمه السعاده الحقيقه. نتمنى ان احنا ما كناش مرضيين قوي في الماتش طبعا بقى. خالص مش شويه فعلا. خلينا نروح دلوقتي نتابع يعني كنت اقول توقعات نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين. معانا هنا والقاسم من مقر النادي بالجزيره. هنا يعني خلينا اكيد نعرف منك الاجواء وفي نفس الوقت بكره مباراه مهمه وناس كتيره جدا من اعضاء النادي بيكونوا حابين يتواجدوا يعني مشاهده المباراه من النادي. واعتقد احنا كمان يعني هنكون متواجدين او جزء مننا اللي مش هيروح الاستاد. فخلينا نعرف منك برضو الاستعدادات لمشاهده المباراه غدا واخر الاخبار اللي معاكي. اتفضلي.
يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقول لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة، وأكيد طبعا هيكون حديثنا الأكبر عن مباراة غدا. يعني هو انت زي ما قلتي طبعا الأهلي أمام سان داونز، ومباراة العودة من نصف نهائي الدوري الإفريقي، وأكيد بقى لا صوت يعلو فوق صوت المباراة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. كل عنده حالة تفاؤل إن شاء الله، عارفين المباراة أكيد مش هتكون سهلة، لكن رجال النادي الأهلي إن شاء الله هيكونوا كالعادة على قدر كبير من المسؤولية، وإن شاء الله يحسموا التأهل للنهائي. خليني أقولك يا هواند إن الحقيقة أيام المباريات المهمة النادي الأهلي بمقراته الحقيقة كلها بتكون مليئة بأعضاء النادي الأهلي، بتكون أجواء استثنائية طبعا داخل النادي الأهلي، أجواء أهلوية خالصة، كل الأعضاء بيكونوا متواجدين. الحقيقة كمان إدارة النادي الأهلي بتكون بذلة مجهود كبير جدا لتوفير كل الراحة للأعضاء طبعا عشان بقى يستمتعوا بمشاهدة المباراة، وأكيد دي برضو هتكون الاستعدادات لمباراة غدا، وأكيد هيكون في تغطية خاصة على شاشة قناة النادي الأهلي. خلونا نتكلم طبعا عن الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيكون ميرانو الساعة 7 مساء، التجمع هيكون الساعة 5 عشان بقى يستعدوا لمباراة غدا. طبعا زي ما قلت أكيد هتكون مباراة مش سهلة، عقب الميران إن شاء الله الفريق هيدخل في معسكر مغلق عشان يدخل في أجواء المباراة. كمان بقى على الصعيد الآخر هيكون طبعا في المؤتمر الصحفي النهاردة للفريقين، نادي سان داونز المؤتمر الصحفي هيكون الساعة 1 الظهر، والنادي الأهلي مؤتمره الصحفي هيكون الساعة 2 الظهر عشان بقى يتحدثوا عن كل الأمور المتعلقة بالمباراة. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي. يمكن زي ما كان صرح مستر مارسيل كولر إن الوقت ضيق جدا للإعداد لمباراة العودة، لكن إن شاء الله زي ما قلت رجال النادي الأهلي إن شاء الله هيفرحوا كل جماهير النادي الأهلي ويحسموا التأهل للنهائي، وكمان بقى يتوجوا بالبطولة. كل التوفيق طبعا والدعم ليهم. واستكمالا للحديث عن كرة القدم، خلونا بقى نروح لناشئين كرة القدم مواليد 2005، واللي النهاردة إن شاء الله هيكون عندهم مباراة أمام فريق غزل المحلة. مباراة هتكون الساعة 2:30 الظهر، وخليني بقى أنوه إنه هيتم نقل المباراة مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي. طبعا هيكون في استوديو تحليلي مع كابتن أسامة حسني، وقناة النادي الأهلي هتكون بتغطي المباراة ضمن منافسات بطولة الجمهورية. إن شاء الله بقى تكون مباراة ممتعة، وكل مشاهدين قناة الأهلي بيحبوا يتابعوا الناشئين أكيد تقدروا تتابعوا المباراة النهاردة. نروح بقى للألعاب الأخرى، وملكات كرة السلة بالنادي الأهلي بيتأهلوا لنصف نهائي بطولة بيتأهلوا لنهائي بطولة دوري المرتبط، ده طبعا بعد ما قدروا يفوزوا على فريق الصيد في مباراة الذهاب والعودة. مباراة الذهاب بنتيجة 84-62، ومباراة الإياب بنتيجة 94-51 عشان بقى يواجهوا سموحة. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وخليني اقول لكم انه سيدات كرة السلة حتى الان فازوا في جميع المباريات، والحقيقة ان هم كمان بيفوزوا بسكور كبير، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بقى يكملوا بنفس الاداء. كمان خلوني اقول لكم انه الاتحاد الدولي لكرة السلة اعلن رسميا فوز النادي الاهلي بتنظيم النسخة الاولى من الدوري الافريقي لكرة السلة، او زي طبعا ما بيعرف بالبال، وده هيكون على صالة الامير عبد الله الفيصل هنا طبعا بمقر النادي الاهلي الجزيرة. منافسات البطولة إن شاء الله هتكون شهر ديسمبر المقبل. طبعا بنتمنى البطولة إن شاء الله تكون أهلوية، وملكات كرة السلة يقدروا يفوزوا بيها. أما عن رجال كرة السلة فطبعا بقى بيستعدوا بشكل قوي جدا للدورة المجمعة الثانية من بطولة الدوري المرتبط. هيكون عندهم مباراة يوم الأربعاء والخميس والجمعة، طبعا بيواجهوا الشمس ومصر التأمين وسبورتينج. بنتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله بقى يحققوا نتائج إيجابية في المباريات. اخيرا بقى نروح للعبه كره الطايره، وسيدات كره الطايره بيستعدوا بشكل قوي جدا. خلاص بطوله الدوري هتبدا في خلال ايام، المباراه الاولى ليهم ان شاء الله هتكون يوم 3/11، وهتكون امام فريق الصيد الساعه 8 مساء على صاله النادي الاهلي. وخليني اذكر حضراتكم طبعا بمجموعه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقع في المجموعه الاولى بجانب الصيد، اصحاب الجياد، الاتحاد، وادي دجله، دلفي، والشمس. طبعا بنتمنى لفتيات الذهب ان شاء الله ان هي يكون بقى موسم استثنائي وموسم بيليق بفتيات الذهب ويحصدوا جميع البطولات. كمان خلوني اقول لكم ان فتيات الذهب هيكون عندهم مباراتين في بطوله الدوري في الاسبوع، هتكون يوم الجمعه والاثنين. يعني خلاص اول بقى ما بطولات او مباريات الدوري بتبدا بتكون المباريات على طول ورا بعض، عشان كده يمكن كل فرق النادي الاهلي بتستعد بشكل قوي جدا قبل بدء الموسم. كمان رجال كره الطايره بيستعدوا بشكل قوي جدا لبدايه الدوري، مبارياتهم الاولى هتكون
هتكون يوم 18/11. طبعا بدأوا كمان يلعبوا مباريات ودية، يعني خاضوا مباراة ودية أمام فريق سبورتينج فازوا فيها في جميع الأشواط. كمان هيكون عندهم مباراة تانية أمام فريق طلائع الجيش ودية أيضا يوم الخميس القادم. كل ده بقى طبعا عشان يبدأوا يستعدوا بشكل قوي جدا لبطولة الدوري. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في كل البطولات وإن شاء الله يحصدوا جميع البطولات. يعني ده على صعيد طبعا كل الأخبار المتعلقة بالفرق، سواء الفريق الأول لكرة القدم الناشئين أو الألعاب الأخرى. كمان خلوني أنقل لكم الأجواء. الأعضاء متواجدين في النادي، درجة الحرارة 25، وزي ما قلت يمكن الحديث الأكبر في النادي طبعا مباراة النادي الأهلي وسان داونز، ودي طبعا أبرز أخبارنا النهاردة. معاكم لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. رائعة يا هنا بجد، والله بحييكي وبشكرك جدا على التغطية المتميزة ومن تألق لتألق حقيقي. شكرا ليك زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم. طيب خلونا بقى قبل ما نتكلم مع حضراتكم شوية عن حصاد محترفين المصريين في آخر الجولات الأوروبية، والحقيقة كلهم متصدرين قائمة هدافي الفرق المختلفة اللي هم بيلعبوا فيها، ودي طبعا حاجة جميلة جدا ومشرفة جدا. بس عايزين نقف معاكم كده عند تفصيلة. امبارح كان الإعلان عن صاحب الكرة الذهبية لعام 2023، وزي ما قلنا لكم في حلقتنا امبارح وزي طبعا ما أشارت كتير من التقارير إن ميسي هو صاحب الكرة الذهبية عشان يحقق بكده رقم قياسي غير مسبوق. هو كده بيكون حصد لقبه الثامن، يعني كلقب الأفضل على العالم للمرة الثامنة في تاريخه. والحقيقة قياسا على ده فهو بالرقم ده وصل لعدة أرقام قياسية، زي مثلا أنه أول لاعب يحصد الكرة الذهبية في ثلاث عقود مختلفة ومع ثلاث أندية مختلفة، برشلونة وباريس سان جيرمان وطبعا فريقه الحالي إنتر ميامي، بجانب أنه أول لاعب يحصل عليها هو بيلعب خارج أوروبا. طبعا حضراتكم عارفين أنه هو حاليا بيلعب في الدوري الأمريكي، وكمان عنده 36 سنة. فالحقيقة عامل نجاحات مدوية ميسي، وعموما هيفضل ميسي بطبيعة الحال في تاريخ كرة القدم حالة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتحقيق أرقامه ده هيبقى يعني مهمة صعبة جدا على من يأتي بعده من الأجيال القادمة. ونتوقع إن شاء الله إن أبرز المرشحين للمنافسة يعني بعد كده على الكرة الذهبية هيكون ما بين الثلاثي مبابي وبيلينغهام وهالاند. وامبارح هالاند كان تحسيه مكبوس كده شويه وهو قاعد في لا هالاند المستقبل بتاعه، يعني هنرجع نقول طبعًا. تاني متوقع جدا طبعا، انت قلت مبابي وغير من الاسماء الكبيره، لكن اعتقد هالاند فرصته اكبر بكتير، لان هالاند بيجمع ما بين الاحتراف والموهبه والكاريزما وحاجات كتيره جدا انت لو فكرت فيها تلاقي فعلا. والغزاره التهديفيه الغير يعني طبيعيه، هو ده هو يعني مجموعة من الصفات اللي تخليك في الآخر تتوقع فعلا ده ممكن يكون مشروع أسطورة جديدة هتكون عالمية طبعا. في كرة القدم أنا أتوقع ذلك بشدة. يعني على كل حال خلينا نتكلم بقى شوية عن محترفينا. إحنا هنلاحظ فيه برضو ظاهرة مميزة جدا، وهي من المرات خلينا نقول النادرة إن لأول مرة تشوف ثلاث أو أربع أو خمس محترفين مصريين في نفس الوقت متصدرين ترتيب هدافي أنديتهم. دي ما بتحصلش كتير جدا، بتكلم في الدوريات الأوروبية. كلمنا قبل كده عن صلاح وهو يعني المسيطر أو قصته المسيطرة مهيمنة أكتر بشكل مستمر من أول ما راح روما لو فاكرين، وبعدها ليفربول، وقبله كمان من 15 سنة كان ميدو في توتنهام. وقتها برضه كنا كلنا فرحانين بميدو بشكل كبير وسعداء بيه، وهو كان متألق جدا هذه الفترة بصراحة طبعا. وكان لعدة مواسم أنا فاكرة في آيكس برضو، وكان وقتها برضو مع إبراهيموفيتش كانت قصة، وكان تفاهم اللي كان بيحصل في الملعب طبعا. برضو كانت أحداث حلوة أو ذكريات كلنا فاكرينها. لكن فكرة كمان أن أنت تتكلم أن احنا بنواصل للنهاردة في نهاية شهر أكتوبر 2023 وعندنا تحديدا أربع لاعبين في أوروبا متصدرين ترتيب هدافي أنديتهم، ده أعتقد أمر جيد جدا ولازم نقف يعني عنده شوية نتكلم في بعض التفاصيل دي. هبدأ بمحمد صلاح أنا وكريم حضراتكم، اللي هو ماشي حتى هذه اللحظة بشكل أكثر من رائع نقدر نقول من بداية الموسم الحالي مع ليفربول، سواء أنت بتتكلم في البريمير ليج أو الدوري الأوروبي. صلاح بلغة الأرقام قدم لغاية دلوقتي 12 مساهمة تهديفية مع فريقه في الدوري الإنجليزي، سجل 8 أهداف، صنع 4، وهو متصدر ترتيب هدافي ليفربول لغاية اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها، متفوق على كل مهاجمي الفريق ده، غير أنه هو كمان ماشي بشكل جيد جدا في الدوري الأوروبي ومتصدر كمان وقتها أو لحينها ترتيب المجموعة بتاعته. جميل. ده بقى بالنسبة لمحمد صلاح. تعالوا بقى نروح من صلاح لنجم تاني مكسر الدنيا بالمعنى الحرفي للكلمة في البونز ليجا الألمانية، طبعا بكلمكم عن عمر مرموش، نجم وهداف نادي انتراخت فرانكفورت الألماني. عنده 16 مساهمة تهديفية، وده طبعا أمر جيد جدا، سجل 8 أهداف في كل المسابقات منهم 4
في يعني 4 أهداف في الدوري واخرهم في مرمى العملاق بروسيا دورتموند، سجل 2 ساعد بيهم وساهم من خلالهم في تعادل انتراخت فرانكفورت مع بروسيا دورتموند، وهو هداف فريقه في مسابقه الدوري وكمان مسابقه دوري المؤتمر الاوروبي. عايز اقول ان القيمه التسويقيه لعمر مرموش وصلت حاليا ل 8 مليون يورو، ولو فضل مكمل بنفس المستوى ده ممكن جدا يوصل في نهايه هذا الموسم لاكثر من 20 مليون يورو، ونشوف بعدها عمر مرموش في مكان تاني وفي حته تانيه خالص. وكمان اكيد هيكون من اهم وابرز عناصرنا في كاس الامم الافريقيه اللي جايه ان شاء الله، ناس كتير بتعول على وجوده هو وزملائه من المحترفين المصريين. كمان مصطفى محمد عامل شغل رائع الحقيقه، مهاجم نانت الفرنسي ومتصدر ترتيب هدافي فريقه بعد الجوله العشرة برصيد 5 أهداف، رغم انه ما لعبش كل المباريات بسبب طبعا ايقافه ماتشين، لكن ما زال مصطفى محمد ماشي بوتيره ممتازه وبشكل رائع مع نانت، والموسم اللي فات كان ليه دور مؤثر جدا في قياده الفريق للبقاء في الدوري. وزي ما قلنا على مرموش برضه هنقول نفس الكلام على مصطفى محمد، لو كمل الموسم ده بنفس الاداء وبنفس الوتيره اللي هو ماشي بيها هو كمان هيتخطى القيمه السوقيه الحاليه ليه اللي هي 9 مليون يورو، وان شاء الله نشوفه في مكان اكبر بكتير في اوروبا الموسم اللي جاي باذن الله. حاجه عظيمه وحاجه مشرفه. دي حقيقه. اخر لاعب كمان عايزين نتكلم عنه النهارده في الدوريات الاوروبيه هو نجم منتخبنا القومي محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي ترابزون سبور التركي، اللي ماشي برضو نقدر نقول بشكل جيد جدا رغم الاصابه اللي اتكلمنا عنها في فترات كانت طويله، لكن لحد دلوقتي هو احد اهم اوراق ترابزون، لاعب 6 مباريات صنع هدف وحيد، لكن الموسم الماضي كان هداف الفريق وسجل معاهم في كل البطولات 13 هدف. طيب كقيمة تسويقية هو وصل ل 10 مليون يورو، وطبعا ده نقول تريزيجيه أحد أهم أوراق منتخب مصر، ومستر روي فيتوريا كان برضو يعني بيهتم جدا بكل النجوم عندنا، وأعتقد برضو ده كان ليه مردود كبير جدا على المنتخب. على كل حال أنا بس عايزة قبل ما نختم هذا الملف، إحنا على مدار السنوات الماضية والأجيال الماضية المختلفة للأندية المصرية اللي بنضموا بعد كده للمنتخبات وغيره، بس أنت عندك لعيبة كتيرة يا كريم راحت واحترفت في الخارج، منهم اللي كانت تجربتهم ناجحة ومنهم اللي كانت تجربتهم فاشلة رغم تألقهم في الأندية المصرية بتاعتهم حتى على مستوى المنتخب. فده بيرجع لأسباب كتيرة ممكن نعملها فقرة كاملة، لكن أحد الأسباب أو أحد أهم الأسباب دي بيكون الشخص نفسه أو المحترف نفسه أو اللاعب نفسه طبعًا. المنتاليتي بتاعة المحترف طبعًا. أنا لا يمكن أكون لاعب عندي الموهبة والكفاءة اللي تمكنني أن أنا أروح وألعب في الخارج واحترف في الخارج، لكن على المستوى الآخر المنتاليتي، يعني أنا فنان جيد لكن المنتاليتي بتاعتي أو طريقة فكري وغيره ما فيهاش لا تمت باي صله للفكر المحترف، انت بتروح بتبتدي بقى تفكر اللي قال لك منهم، يعني اسباب كتيره جدا لما تيجي بعد كده تسالهم انت ليه لم تتالق اللي يقول لك اصل انا حسيت بالوحده بالغربه اصل اللغه كانت سبب اصل اللايف ستايل مش عارف ايه اصل انا لما اندمجتش مع الناس، كل دي اعذار واهيه، ما فيش حاجه اسمها كده. انت كلاعب محترف لازم يكون عندك الفكر ده، انا مكان ما هكون موجود هتعايش محدش قال لك عيش، تتعايش تتأقلم. اللي خلى محمد صلاح قصته ملهمه وعلى فعلاً. فكره طبعاً. محمد صلاح طبعاً. يا كريم لا ما كانش دارس تماما اللغه الانجليزيه نفسه. يعني ما هو كانش في مدارس اصلا يعني لغات، فالقصة كلها مش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها أنا شخص عندي طموح، لو ربنا مديك الموهبة اشتغل بقى عليها، ده بيبقى بريفليج ليك أو بيبقى ميزة أخرى ليك اشتغل عليها. فهي دي النقطة، البني آدم هو المسؤول عن صناعة نفسه، أنا بقول كده دايما لأن مش هقول بالأسماء، لكن كان عندنا أسماء كبيرة جدا للأسف الشديد لما احترفت في الخارج كانت تجربة أكثر من فاشلة، للأسف إن احنا بنقول كده. بس على كل حال يعني كل التوفيق للمحترفين، ونتمنى الفتره اللي جايه يكون فيها كمان اعداد اكبر من كده ان شاء الله. طبعا مش محتاجين نتكلم مع حضراتكم في قوه منتخب البرازيل، ومن قديم الازل طول عمر منتخب البرازيل بيكتسح اي منتخب منافس في اي بطوله ولا سيما كاس العالم، وياما فاز على يعني منتخبات عظيمه جدا بالخمسات وبالستات وبالسبعات في بعض الاحيان. احنا بقى ومن خلال الفيديو جراف اللي جاي ده هناخد مع حضراتكم فكره عن اكبر 5 هزائم في تاريخ منتخب البرازيل، تابعوا معانا ونرجع نكمل.
خلينا نروح نتابع، وده آخر حاجة في الفقرة الأولى، هنروح نتابع تمرينات جديدة وبعد كده نروح فاصل وبعدين نرجع لحضراتكم مع أولى فقراتنا الحوارية. خليكم معنا. صباح الخير على كل جماهير وأعضاء النادي الأهلي الكرام. النهاردة من فرع النادي الأهلي الجزيرة معانا تمارين للبايسبس والترايسبس، الفور أرم والباك أرم، دراع كامل من البيت باستخدام رابر باند أو دمبلز. أول حاجة هنعملها معانا هي إحماء الدراع. نبتدي بإحماء الكوع كويس قوي. 1 2 3 4 5. نقلب الناحية الثانية. 1 2 3 4 5. نعمل استريتش في البايسبس والفور أرم. 1 نبتدي نضغط كده تكرارات. 1 2 3 4 5. نفتح صوابعنا. 1 2 3 4 5. نقلب. 1 2 3 4 5. بعدين نعمل ستريتش للترايسبس. 1 2 3 4 5. اهم حاجة احافظ ان ايدي تكون على ظهري. 1 2 3 4 5. بعد كده نبدأ التمرين بتاعنا. اول حاجة باستخدام الرابر باند نعمل تمرين للبايسبس. بايسبس كير. 1 2 3. الاداء بتاعي يكون كوعي جنب جسمي بالظبط. 1 2 3. هعمل 5 عدات بعد كده. 5 عدات ايسومتريك ثبات. 1 2 3 4 5. وانزل اطلع تاني. 1 2 3 4 5. بعد ده هخلي الرابر باند كده، قبضه كده، دي كمان هخليها كده. ابقى ماسك الرابر باند بشكل هامر او شاكوش، اطلع كده اثبت. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ممكن برضو اشتغل كده اهو. 1 2. لاحظ دراعي بينقبض لجوه، وده علشان اشغل عضلات بتكون تحت البايسبس اسمها البريكياليس. لما بتكبر العضله دي بتحاول تزق البايسبس لبره فبتظهر اكتر. بعدين للترايسبس هحط دي تحت رجلي كده والفه من ورا ظهري كده وابتدي فوق. 1 2 3 4 5. تاني تمرين معانا للترايسبس او عضلات الدراع الخلفيه. الرابر باند احطه تحت رجلي كده، احاول افتح رجلي واوسعها. ركبي تكون سوفت، ظهري مفرود. هنزل ورا كيك باك. 1 2 3 4 5. ممكن برضو اعمل ثبات كده. 1 2 3 4 5. ممكن اكرر الثبات ده برضو 5 مرات. كمان تمرين معانا للترايسبس. همسك الرابر باند كده وهجيبه من هنا كده من فوق كتفي واستخدمه كده. 1 2 3 4 5. كده اكون شغلت كل الرؤوس بتاعت الترايسبس. هنا برضو بالدمبلز هستخدمه للبايسبس. 1 2 3 4 5. او للترايسبس. 1 2 3 4 5. وبرضو الفور ارم كده هتني الساعد بتاعي. 2 3 4 5. والباك ارم اثبت ايدي كده اهو واطلع. 1 2 3 4 5.
ممكن برضو على الوضع ده. 1 2 3 4 5 وبكده نكون مرنا الدراع بالكامل، البايسبس والترايسبس، الفور ارم والباك ارم. كان معاكم الكابتن حسن حازم من فرع النادي الاهلي الجزيره، شكرا. عودة العشر الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. احنا في الفقره دي منورانا ومشرفانا لاعبه وبطله كتبت اسمها بحروف من نور بعد ما اصبحت هي اول لاعبه كاراتيه على كرسي متحرك. بعدها دخلت في مجموعه من الرياضات المختلفه من ضمنها السباحه. تعالوا نتعرف عليها وعلى تفاصيل عالمها. رحبوا معانا بضيفتنا كابتن ايمان مراد، لاعبه وبطله الكاراتيه على كرسي متحرك. صباح الفل عليك يا ايمان، منورانا. صباح الورد، اهلا بيك. صباح الهنا. وقبل اي حاجه بقى، انا بس عايزه الساده المتابعين يفهموا احنا بنتكلم في ايه. يعني مش بطله ميداليا او غيره، ده حضراتكم مجموعه قليلة من عدد الميداليات اللي إيمان حصلت عليها، طبعا كلها بطولات مختلفة، ده غير الشهادات اللي معانا اللي هنتعرف وحابين ان احنا نسمع منك بجد يا إيمان على كل المسيرة لحد هذه اللحظة واللي جاي بإذن الله. بس قبل أي حاجة خلينا ونعرف السادة المتابعين دلوقتي، إيمان مين وابتدت إزاي ومين كان داعم ليكي ومين كان دايما بيشجع؟ خلينا نعرف منك. أنا الحمد لله، أنا بقول عن نفسي إن أنا إنسانة محظوظة جدا. أنا تربيت في وسط أسرة سوية جدا جدا، كنت أنا أصغر واحدة في إخواتي، فتقال لي كده من وأنا صغيرة مفيش حاجة اسمها إعاقة، ده اختبار من ربنا، بس هناخد درجته يمكن متأخر شوية. فبناء على هذا بدأت تتكون شخصيتي، يعني لغايه ما وصلت لثانوي وصلت الجامعه. كنت وانا في اعدادي، من وانا في اعدادي كنت بعتمد على نفسي وبزق الكرسي بتاعي وبروح المدرسه لوحدي وبروح الدروس لوحدي. لما انتقلنا لمرحله الثانوي المدرسه بعدت عن البيت شويه، فقالت لي كوني علاقات، رحمه الله عليها طبعا، قالت لي كوني علاقات وكوني اصدقاء وخلي ليكي عالمك الخاص اللي انت تبقي مرتبطه بيه وهو مرتبط بيكي، انا مش هفضل عايشه لك طول العمر. فكل الكلام ده طبعا وانا كنت لسه صغيره، يعني اولى ثانوي دي طفله يعني. فبدات يبقى ليا اصدقاء واتحرك معاهم واروح المدرسه وارجع من المدرسه وانزل الدروس وهكذا لغايه ما دخلت الجامعه. لما دخلت الجامعه قالت لي انا ماليش دعوه خالص، انا لا هوصلك ولا هجيبك ولا هوديكي ولا هعمل اي حاجه. خلاص واعتمدي. انت كبرتي بقى خلاص، اللي هو انا لسه برضو شايفه نفسي البنت الصغيره المدلله اللي كل اللي حواليها مدلعها. فلما دخلت الجامعه شخصيتي اختلفت تماما بقى، رؤيتي حتى للناس وللاشياء اختلفت. ايه اللي اتغير؟ المرحله الانتقاليه اتغيرت. الناس يعني العالم بتاع الكليه والجامعه، انا دخلت كليه حقوق، انا خريجه حقوق. لا ده احنا زوم انا بقى بس خلاص جامعه القاهره. ومعايا دبلومه قانون عام ودبلومه قانون خاص، وان شاء الله ناوي احضر الماجستير باذن الله. ما شاء الله، يعني حتى التفوق الرياضي ما خدش من التفوق الاكاديمي. لا خالص، يعني انا فكره انا بحب القانون بشكل عام يعني، ودخلتها عن حب، يعني دخلت كليه حقوق عن حب. لما دخلت بقيت اتعرف على الدكاتره واتعرف على زملائي، والدكاتره يحبوني ويسالوا عليا لو غبت لغايه ما اتخرجت بقى. يعني التعامل الانساني كان جيد حتى لحد اللحظه دي. الحمد لله هايل. كويس. اتربيت بقى كده زي ما قلت لحضرتك، الحمد لله انا حتى ربنا يعني دايما بيحط جنبي وحواليا الاشخاص اللي انا دايما ببقى محظوظه بيهم. يا رب دايما. يعني انا دايما عندي دعم من البيت، عندي دعم من الكباتن بتوعي، عندي مسانده من جيراني، من اصحابي، من ولاد، من احفادنا، من كل العيله تقريبا. هي. يعني هي. الاسره والعيله والولاد والجيران، يعني كل الناس ساهمت في النجاحات الكتيره. طبعا طبعا طبعا. لغايه ما اتخرجت بقى واشتغلت. الاول كنت بتطوع، انا فكره العمل العام يعني انا حباها من زمان، فبدات اتطوع في جمعيات ومؤسسات لغايه ما اتعلمت بقى وزي ما يقولوا كده بقى ايه، شربت شفت الدنيا على اصولها جوه. وحاليا بشتغل في حاجه بتخص الاطفال ذوي الاعاقه. كويس قوي. وانا بحب المجال ده جدا، يعني انا بعيدا يعني انا حتى لو كنت ما عنديش اعاقه وكنت هبقى حابه المجال ده. هي مش اعاقه فعلا، هو تحدي، يعني خلينا نقولها بالصيغه دي يعني حقيقيه. بص كلنا عندنا اعاقات. أيوة. الموظف اللي مرتبه ما بيكفهوش لاخر الشهر ده عنده اعاقه. الطفل اللي بيرسم ووالده ووالدته مش عارفين يوظفوا موهبه الرسم عنده ده عنده اعاقه.
اللي ما بيكملش لطريق نجاحه لهدفه ده عنده اعاقه ملهاش علاقه. هي مساله قدرات. صحيح. حضرتك تقدر تروح مشوار في ربع ساعه، انا اقدر اروح نفس المشوار بنفس القضاوات بس في نص ساعه. وفي الاخر احنا الاثنين وصلنا. لا لو عايزه تقارني بقى ان جيتي للحق، المقارنه مش في صالح الاسوياء انجاز التعامل. لا خالص. ليه؟ لان التحدي الحقيقي عندكم انتم، والبطوله الحقيقيه عندكم انتم، والانجاز الكبير بيبقى دايما جاي من عندكم انتم. انا ونهواند دايما في البرنامج ده لما بنيجي نتكلم مثلا ويبقى في اي كلام عن مثلا الوفد المصري الاولمبي بالمقارنه بالوفد المصري البارالمبي، دايما البارالمبيين ابطالنا البارالمبيين بيرجعوا محملين بثلاث اربع خمس اضعاف عدد الميداليات اللي غير يعني المعاقين بيحققوها. فالحقيقه انتوا يعني لما بيتقال ملهمين دي مش مجامله، ده حقيقي يعني فعلا. طب ايمان تعالي بقى نروح للشق الرياضي شويه، ابتديتي ازاي واول بطوله كمان شاركتي فيها؟ خلينا نعرف منك. انا ابتديت في 2016 وكانت في كل فكرتي عن الرياضه اني لو الرياضه ما بداتش بدري مش هعرف احقق فيها حاجه. فانا بدات كده بمحض الصدفه، ده حقيقي يعني ده فعليا. انا كان عندي حد من اصدقائي هو كان لسه راجع من بطوله المانيا وكان لعب مع ناس مبصرين وهو اصلا كان بلايند، وانا كنت ساعتها بكتب مع حد من احد الصحفيين يعني، وقال لي انا عايز صوتي يوصل للاتحاد لوزاره الشباب والرياضه والاتحاد الدولي للكاراتيه. فروحت النادي على اساس ان انا هاخد منه كلمتين ومعايا صحفي زميل هياخد الكلمتين وخلاص هنمشي. حوار صحفي سريع. هو ولا في دماغي اصلا، مش في دماغي رياضه ولا حاجه يعني، انا يعني رايحه اكتر لكره القدم والبيت عندي بيشجع الكره افضل، فبنتفرج على الدوري الاسباني والدوري الالماني والدوري الايطالي والدوري الانجليزي، بنتفرج على كل الدوريات. فلقيت الكابتن بيقول لي ممكن حضرتك تطلعي على البساط؟ فانا فعلا حقيقي والله فضلت ادور ايه فين البساط ده، انا مش عارفه شكل البساط ايه يعني. فطلعت على قال لي اللي هناك ده، فدخلت كان معايا كرسي عادي جدا غير حتى مؤهل للعبه، فراح قال لي طب ممكن تعملي ايدك كده، طب ممكن تعملي ايدك كده. ف طيب خلاص انا هاخد الكلمتين وبعد كده همشي وهديله ظهري وخلاص. فلقيته هو بيدور عليا وبيتصل بيا وبيقول لي انا عايزك تلعبي معانا وتيجي النادي ومش عارف ايه وهكذا. وبدات بعد اربع تمرينات دخلت اختبار احزمه، وكانت اول مره تحصل في الاتحاد المصري ان لعيب ياخد درجتين حزام في درجه واحده. بعديها بشويه بعد اختبار الاحزمه اتبعت لنا من الاتحاد ان في انتوا عندكم اول بنت في العالم العربي والشرق الاوسط بتلعب كاراتيه على كرسي متحرك. فاخدت يعني اخدت الكلام ورحت قلت في البيت، فاخويا قال لي جمله استوقفتني تماما، فقال لي طب احنا ممكن ناخد الكلمه دي ونعمل من خلالها انجازات او نخليها تمر علينا مرور القرام. صح طبعا، يا تبقى نقطه انطلاق يا زي ما احنا. فانت ايه رايك؟ فانا ساعتها كنت مركزه اكتر في شغلي وكنت عايزه احقق حاجات في شغلي، فقلت له بس انا ما عنديش وقت. قال لي ربنا هيبارك في الوقت يعني تجربي. والله احنا عايزين نقول تحيه لاخوك يعني لو بتتفرج علينا دلوقتي فعلا يعني. هو الاسره كلها متجمعه بتتفرج علينا. حياتنا دي حياتنا دي. ففعلا بدات بقى امر يعني بدات اسال الكابتن طب اعمل ايه يا كابتن عشان ابقى اقوى؟ يقول لي تمشي كتير بالكرسي، تتحركي كتير، تلعبي سباحه، لان انا عندي المشكله اصلا عندي في ظهري مش في رجلي. اوكي. تلعبي سباحه. ففكره ان انا العب سباحه دي يعني بالنسبه لي ليفل الوحش يعني، انا مش لا هقدر انزل حمام سباحه ولا هعرف اصلا انا هتحرك ازاي جوه الحمام يعني. فكانت اول مره في حياتي انزل يعني انزل حمام سباحه، لما حتى كنا بنعدي قدام حمام سباحه كنت بخاف وامشي من بعيد يعني، والله اخاف احسن الكرسي يقع. فكانت ده كان بالنسبه لي تحدي اكبر، ان انا عايزه اعمل كل حاجه عشان ابقى اقوى واحسن وادي اداء كويس. بعديها بثلاث شهور دخلنا بطولة الجيزة، الحمد لله حققت مركز أول ميدالية ذهب وتأهلت لبطولة الجمهورية. كان لسه ما اتعملش المنتخب وأخدت أول جمهورية، ده كان في 2016 و 2018 اتأهلت تاني لبطولة الجمهورية ودخلت المنتخب، بس للأسف لم يحالفني الحظ يعني، فلعبت بطولة دبي كانت مقامة هنا في مصر، فلعبت وحصلت على مركز أول ميدالية ذهب ولعبت البطولة العربية
وهكذا بقى يعني. طب انت طموحاتك واخداكي لفين يا ايمان؟ يعني انت ما شاء الله اكاديميا زي الفل، مهنيا زي الفل، رياضيا مش محتاجين نتكلم. طموحاتي واخداني ان انا نفسي احقق، نفسي ابقى حكم دولي ان شاء الله يعني، حكم في الكاراتيه، لاني احنا بنتعرض لحاجات. عايزه اقول لحضرتك بقى فكره ان الكاراتيه على الكرسي مختلف خالص، يعني زي ما هو زي ما اللاعب النورمال هيقف ويتحرك ويطلع خطوات معينه برجله، انا مطلوب مني كمان اطلع بزاويه معينه بالكرسي وباتجاه معين، لو اتجاه ده غلط انا بنقص في الدرجات. اوكي، بس حلو الطموح ده، يعني عايزه تبقي محكمه دوليه وعايزه طب تدربي مثلا. نفسي اعمل فريق من كله، من اصحاب الكراسي يعني من. طب برضه عايزين نعرف منك كمان، يعني بحكم وجودك في هذا العالم وانت واحده من رموزه وابطاله، ايه اللي اتغير وايه اللي استجد في الفتره الاخيره فيما يتعلق ب ذوي القدرات الخاصة، الأبطال الرياضيين ذوي القدرات الخاصة، هل في مستجدات حلوة؟ بص يعني بصراحة احنا ما نقدرش ننكر النقطة دي، هي في حاجة مهمة قبل الرياضة، نظرة المجتمع بدأت تختلف تماما. جميل. يعني بعد سيادة الرئيس طبعا، يعني نظرة المجتمع بدأت تختلف تماما يعني، ان الناس دول متشافين وان الناس دول بيحققوا حاجات وكذا. صحيح. وان هم بس مش مجرد حد قاعد على كرسي او مجرد حد ما بيشوفش او ما بيسمعش، لا ده الناس دي عندهم قدرات. فإلى حد ما الناس يعني المجتمع بدأ يؤمن بقدراتنا، ودي طبعا نقطة تتحسب لنا طبعا بشكل كبير. طب بصي بقى، علشان يعني الناس برضو تبقى عارفه احنا واصلين لليفل ايه، انا بحب جدا الواحد يركز على الانجازات. حضراتكم برضو ده جزء من الشهادات اللي ايمان حصلت عليها، انا هختار عشوائي وتقول لنا كل شهاده تقريبا كانت في ايه. يعني مثلا ده الاتحاد المصري للكاراتيه، احكي لنا بقى اكتر عن ده. دي بطوله الجمهوريه الاخيره اللي حصلت في شهر يناير اللي فات، ومنها تاهلت للمنتخب، وبس للاسف ما حالفنيش الحظ ان انا اسافر مع البعثه لظرف صحي يعني. معلش مرفوقه ان شاء الله، مرفوقه. انا جات لي اصابه بس فاعتذرت عشان ظرف صحي يعني. الف سلامه. الله يسلم حضرتك. وعندك هنا شهاده بطوله برضو منطقه القاهره للكاراتيه، دي دي كانت بطوله القاهره للكاراتيه، كانت مقامه في النادي الاهلي السنه اللي فاتت، مركز الاول يا جماعه اهو. ده في النادي الاهلي، واتاهلت بقى من بطوله المناطق لبطوله الجمهوريه. هايل. يعني انا بصي شهادات ما شاء الله كتيره، واكيد كل شهاده بينهم بتحمل ذكريات وكواليس كتيره. خليني انا وكريم نسمع منك اكتر، يعني بطوله كان مختلفه عندك او احساسها كان مختلف، فرحتي زياده، كان في تشالنج اكتر او تحدي وقتها اكبر. البطوله الاخرانيه دي لان كانت تحدي اكبر، لان بدا عدد الكراسي يزيد يعني. لما انا بدات اللعبه ما كانش في حد، بعديها بسنه كان في 2، دلوقتي احنا بقينا 8 أو 6. المنافسه بقت اقوى. بقت اقوى. فانا كنت لازم اطلع احسن حاجه عندي يعني، كنت لازم ادوس على نفسي واتمرن اكتر واطلع كل حاجه عندي علشان اقدر انافس. انا واحد من الناس ايمان ما كنتش اعرف ان في مساحه لوجود رياضه الكاراتيه على الكراسي المتحركه، فعايزين نعرف منك بتبقى تفاصيلها ايه؟ يعني كيف تمارس هذه الرياضه؟ الاعتماد فيها بيكون على الايدين اكتر؟ الاعتماد فيها بيكون على الجزء العلوي وعلى الايدين اكتر. اوكي. وطبعا فكره ان انا احفظ كاتا مثلا 54 حركه او 64 حركه، مطلوب مني ان انا اتحرك بالكرسي بزاويه معينه واطلع بزاويه وارجع بزاويه معينه. الزوايا دي عشان يبقى في مساحه ان انت تلمسي الخصم. لا انا ما بلعبش خصم، انا ما بلعبش فايت، انا بلعب شو استعراض. كاتا. زي الكاتا كده. هي انا بلعب كاتا بالظبط. انا بلعب كاتا. ففكره ان انا احفظ 64 حركه او 54 حركه باتجاه كرسي مختلف، دايما برجع دايما بطلع، الحركه اللي بعديها بتبقى في اتجاه تاني بزاويه تانية بحركه تانية، عايزه قوه وعايزه لياقه وعايزه كل حاجه. طبعا، وعايزه يعني مخ صاحي اكيد يعني. ايمان بتاخدينا للشق الشخصي بقى شويه. هل بتفكري، ما اعرفش تتجوزي ولا لا، بتفكري تتجوزي ترتبطي؟ يعني الموضوع برضو حطاه في دماغك يعني؟ طبعا، ليه لا يعني. حلو جدا. يعني حتى المقصفين الناس تقول لك لا انا مش، ده حقي يعني. صح. انا شايفه ان انا زي اي حد، ما عنديش طبعًا اي اختلاف خالص. بالعكس، لو كان عندي اختلاف فالاختلاف ده في صالحي مش ضدي.
صح. وبعدين انا زي ما قلت لحضرتك انا اتربيت في بيئه سويه جدا، فانا بعرف اطبخ، بعرف ارتب البيت الحمد لله. فيعني جميل. وهل ان شاء الله في يوم من الايام يا ايمان لو خلفتي برضه هتنقلي الخبره المحترمه دي لاولادك؟ لان الفكر اللي اهلك ربوكي عليه ده على فكره يعني هو في الفتره الاخيره بقى موجود، بس لما بيبقى موجود بيبقى حاجه حلوه قوي. يعني دايما بقول ان البطل الاساس في صناعته هم الاهل او طبعًا. البيت اللي خارج طبعًا. منه طبعًا. لو شخص رجل او امراه خارج من بيت مش داعم، مهما كان عنده قوه ومهما كان بالزبط. عنده موهبه، مش هيقدر ان هو يوصل لمناصب او مراكز متقدمه في الرياضه ابدا. يعني اكيد طبعا، اكيد طبعا هنقل كل ده الخبره مهم دي جداً. طبعا. وكمان الحمد لله الواحد بقى عنده خبره اكتر. صحيح. ورؤيته للحياه اختلفت، ورؤيته للناس والاشخاص والاشياء حتى اختلفت. يعني ربنا يكرمك جد والله. بصي يعني انا مش بجاملك، ولكن انت نموذج مصري محترم ونفتخر بيه بجد يا ايمان، وربنا يوفقك في كل خطواتك الجايه سواء على المستوى الشخصي او العملي. وانا اتوقع لو انت حطيتي في دماغك يعني قصه انك تبقي محكمه دوليه في الرياضه دي تحديدا في المستقبل، اعتقد هتوصلي لها بالشخصيه اللي احنا شايفينها، بالاصرار اللي احنا شايفينه ده. ان شاء الله يا رب. انتي نورتينا النهارده وشرفتينا، مبسوطه جدا جدا بوجودك معانا النهارده، وان شاء الله اللقاء اللي جاي يكون معاكي المزيد بقى من الميداليات والنجاحات ان شاء الله. بشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. في الفقره دي اكيد كلامنا هيكون متواصل في الكوره عن استعدادات الاهلي تحديدا لمباراه اياب نصف نهائي الدوري الافريقي امام سان داونز، واللي ناس كتيره يعني منذ لحظه انتهاء مباراه الذهاب وبتتكلم عن الاياب شكله هيكون عامل ازاي، هل هيكون لصالح النادي الاهلي ولا لا، هل سان داونز ممكن الى حد ما يتراجع في اللعب المفتوح الهجومي اللي هو متعود عليه، ولا زي ما بيتقال سان داونز لا بيفرق معاه ارضه من غير ارضه، جماهيره من غير جماهيره، هو كده كده لعب واحد بيعتمد على الهجوم بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت هو بيبقى يعني ما عندوش حاجه يخسرها. هنتوقع اكيد مباراه قويه جدا، بس تفاصيلها خلينا نناقشها مع الاستاذ صبري سراج الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، ان شاء الله يبقى يوم حلو علينا كلنا. نور الدنيا كلها. الجزء الاخير من تقديم التهوان يخوف. فكره ان انت انا قلقت والله. والله يعني فكره ان انت فعلا بتلعب خصم مبدئيا قوي، خلاص خد المبادره بالنتيجه اللي حققها في ماتش الذهاب. فقبل ما نتكلم معاك عن ماتش بكره، عايزين نعرف رؤيتك للماتش اللي فات كانت عامله ازاي. الحقيقه ان الماتش اللي فات انا صدمت كتير من الاداء، مش من النتيجه، النتيجه مش سيئه، مش اخر المطاف بالظبط. يعني في الاخر انت خسران فرق جول وسهل تعوضه على ارضك رقم يعني بشكل يعني لو بنتكلم فانت خسران 1-0 وعندك ماتش على ارضك، ففرصه التعويض موجوده. لكن شكل الاداء اللي اتقدم في البطوله من اول ماتش سيمبا لحد أيوة. نهايه ماتش سان داونز الاولاني، الحقيقه ان هو مربك لينا شويه. ما كناش متخيلين ان ده هيكون الاداء في الماتشين، في الثلاث ماتشات اللي أيوة. فاتوا الحقيقه، اتنين سيمبا وماتش سان داونز بالظبط. يعني يمكن سيمبا الشوط الاولاني احنا قدمنا شوط جيد في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني حصل تراجع كبير جدا، ثم في مباراة سان داونز. قصة الخوف من سان داونز هي دي أكتر نقطة فرقت في الماتش اللي فات. صحيح. أنا كنت متخيل وقلت الكلام ده هنا في هنا قبل المباراة، إن لعيبة النادي الأهلي مش مطالبة إن هي تنزل عايزة تنتقم أو عايزة تعوض أو عايزة تقول إن إحنا زينا زي لعيبة سان داونز ولا كل الكلام ده. إحنا بطل أفريقيا في الأول وفي الآخر، إحنا أقوى فرقة موجودة في القارة. حتى لو النتائج في السنين اللي فاتت قدام سان داونز ما كانتش بالشكل اللي احنا كنا متعودين عليه قبل كده قدام نفس الفريق، لكن في الاخر انت بتنهي البطوله وانت البطل. هو من 2016 حقق البطوله طول تاريخه مره واحده، انت حققتها 11 مره. فيعني المقارنه تاريخيا وعلى مستوى القوه وعلى مستوى القدره على المنافسه وعلى والنفس الطويل وكل حاجه في صالحك. انت خسرت مباراه او اتنين بنتيجه كبيره، ده لظروف مش لان انت سيء، انت عملت مع المباراه بشكل سيء، ما كنتش مركز ايا كانت الاسباب، لكن في الاخر هي اسباب بتحصل مره استثنائيه، ما هياش حدث دائم. فالحقيقه اللي انا شفته في الماتش اللي فات ان احنا نزلنا واحنا خايفين نخسر تاني. صح. وده مش من طبيعه النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي ان هي تنزل قدام اي فريق ايا كانت قيمته. انت قدام ريال مدريد استشعرت ده من خلال ايه؟ يعني شفت ايه فجالك الاحساس بكده؟ شفته في 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 تمريرات اللعيبه، في الارتباك الدفاعي، في التحركات الدفاعيه، في التمريرات. احنا قعدنا وقت طويل جدا معظم المباراه ما نقدرش نعمل 3-4 تمريرات على البعض، فده سببه ايه؟
مش سببه ان انت كنت خطتك وحشه، بالعكس انت كنت نازل وبتلعب ميديم بلوك زي ما بنقول، مقفل من قدام خط ال 18 بتاعك، مخرج الجيم كله بره ال 18 بتاعك، وبتلعب لعب المفروض ان هو الى حد ما متوازن، وبتلعب على التحولات الهجوميه. ما قدرتش تحقق ده خالص، بالعكس حتى اللعيبه في الملعب ما كانش فيه ترابط كبير وكان فيه مساحات. في تحليلنا قبل المباراه وكنا بنحلل بعض اللقطات من مباراه بيترو اتلتيكو، وبيترو اتلتيكو كان عامل جيم مش سيء قياسا بامكانياته، لكن كان فيه مساحات في نص الملعب، واحنا بنشرح قلت مستحيل ده يحصل في ماتش الاهلي، المساحات دي ما ينفعش تكون موجوده واللعيبه بتاعتنا لازم تكون اقرب لبعض من كده. لكن الحقيقه اللي احنا شفناه في المباراه كان نفس الاداء اللي قدمه بيترو اتلتيكو في مساحات، رغم يعني انت تشوف تحس ان كل لاعب واقف في مكانه، انما واقف في مكانه بيعمل ايه او بيتحرك بسرعه عامله ازاي، الاكسلريشن عامل ازاي بتاع اللعيبه، كل ده ما كانش جيد. فاحنا ما قدمناش الحقيقه مباراه كويسه، القصه مش عند كولر بس، لكن كمان عند اللعيبه اللي هي نزلت الملعب وما فيش تركيز كافي، وفي سنه قلق من فريق انت اصلا على مدار البطوله انتوا بتقيسوا بالماتش، يا جماعه انتوا البطل، انت ممكن تكون خسرت منه في ظرف، انما في الاخر انت البطل والمفروض ان انت بتدافع عن اسمك وعن سمعتك كلاعب. وللاسف الموضوع اخذ حيز غريب، يقول لك عقده سان داونز، هي وصلت لعقده ليه يعني؟ ايه اللي خلاها عقده سان داونز يعني؟ مش يعني طبعا التاريخ بيقول ان احنا دلوقتي يعني. دلوقتي احنا في الوضع صفر، احنا المباريات اللي ما بيننا وما بين سان داونز النتائج بتاعتها الاهلي كسب عدد مرات قد اللي كسبه سان داونز، لكن في الخمس سنين اللي فاتوا سان داونز رقميا على مستوى التنافس المباشر يعني حقق تفوق كبير، فقدر يعوض الجاب اللي كانت بينه وما بين النادي الاهلي. لكن ده ما ينفعش يكون، ما فيش اصلا فريق في اي حته في الدنيا المفروض ان هو يكون عقده للنادي الاهلي بالزبط. يعني انا بتكلم ان ريال مدريد في كاس العالم للانديه احنا ما لعبناهوش بالشكل ده، صح؟ يعني حتى مع تحفظنا طبعا ان احنا تحفظنا دفاعيا ومش عارف ايه، لكن قدمنا جيم كبير ووصلنا للجول كتير وكنا بنلعب بثقه كبيره. فما ينفعش الفريق اللي قدر يلعب بثقه كبيره قدام فريق بحجم ريال مدريد لما يجي بعد التدعيمات اللي حصلت في الميركاتو اللي فات والفريق المفروض انه بقى اقوى ينزل قدام سان داونز يقدم الشكل ده من الاداء، ده كان شيء الحقيقه محبط جدا بالنسبه لنا. الظاهر ان كل فتره والتانيه لازم تمر علينا مباراه ما او بطوله ما تخلينا ما نبقاش بنعول قوي على حته التاريخ وفرق الانجازات صحيح. وحجم النجاحات بين اللي احنا يعني فرقتنا وبين الفريق المنافس، لان على الارض ساعات بيبقى في قول تاني وكلام تاني خالص. هو دايما لازم لا تعول على التاريخ، لان الحاضر المباراه 90 دقيقه، فانت في 90 دقيقه وكمان انت في بطوله نوك اوت مش في بطوله مجموعات طبعا. هتجمع طبعا. فيها نقط وتصعد في الاخر، لا ده طبعا. اللي بيتغلب بيخرج طبعا. فبالتالي هي 90 دقيقه، 90 دقيقه دي ليها ظروف، فانت لازم تكون حاضر بكل قوه خلال ال 90 دقيقه دي. التاريخ حلو وعظيم ويديك ارث ويديك هيبه وانت نازل الملعب، لعيبه سان داونز احتفلت احتفال كبير والمدرب بتاعهم احتفل احتفال مبالغ فيه بعد المباراه عشان كسب 1-0، فبالتالي دي قيمتك يعني لما كسب 1-0 عمل، احنا شفنا الاحتفالات كانت عامله ازاي واحتفال المدير الفني وكلامه بعد المباراه كان عامل ازاي، وان احنا هنسجل في القاهره وحس ان هو انتشى يعني حصل الحمد نشوه كبيره قوي من الفوز، وبالذات المؤتمر الصحفي بالظبط الجلاله خدته جامد بالظبط، لان هي دي انت اللي سمحت له بده، صح؟ انت صح. اللي سمحت له بده. فانا ما عنديش مشكله قوي مع النتيجه على قد ما كان عندي تخوف كبير من شكل الاداء. المباراه دي كانت للاسف كانت ممكن تخرج بنتيجه اكبر من كده، الحمد لله ان ده ما حصلش. عندنا مباراه، عارف ان مفيش وقت للتحضير، اللعيبه خدت اجازه تمرن تمرينه واحده النهارده وبكره ويدخلوا المعسكر وبكره مباراه، انما في الاخر احنا داخلين البطوله واحنا عارفين ان احنا هنلعب كل 3 ايام وعارفين الضغطه دي وعارفين ان احنا هنسافر مسافات طويله وبتاع، فاحنا المفروض ان انت مستعد على الاقل ذهنيا لده. فاللي حصل في المباريات اللي فاتت مش مقبول ان هو صحيح. يحصل بكره. احنا بنعول على خبرات اللعيبه والفورمه الحقيقه اللي هم وصلوا لها في الفتره اللي فاتت، احنا نهينا السيزون اللي فات بشكل ممتاز حتى في مباراه اتحاد العاصمه رغم ان احنا خسرناها، لكن قدمنا اداء كويس كنا بنوصل للجول كتير. المباراه اللي فاتت قدام سان داونز احنا ما وصلناش تقريبا لمرمى سان داونز، ما شفناهوش. انت كنت بتلعب بشكل دفاعي بحت يعني، ما هي دي النقطه انت خايف، انت خايف فبتقفل وعامل تكتلات دفاعيه. طب ما ليه يعني؟ بص انا معاه ان هو كان لازم يقفل دفاعيا، فرقه زي سان داونز عندها لعيبه لاتين كتير فعندهم مهارات عاليه، عندهم ترابط وعندهم
شكل معين هم بيلعبوا بيه بقالهم سنين. بس ده كده انت بتدي فرصه للمنافس بتاعك ان هو يضغط عليك، وده اللي حصل. هم ضغطوا عليك بشكل كبير جدا، خلوا السيطره ما تبقاش موجوده تقريبا. هو ده ما كانش المفروض يحصل طبقا للخطه. يعني احنا كنا نازلين بنلعب ميديم بلوك، فكان الطبيعي ان هم ما يدخلوش ال 18 عندنا كتير لو اللعيبه كانت جاهزه فعليا لده وقادره تلعب على التحولات. بالعكس احنا كان ممكن نهدد سان داونز، ان حتى في مباراه 5-2 احنا وصلنا لجون سان داونز كتير وسجلنا هدفين وكان عندنا مشكله دفاعيه خسرنا بسببها، بس احنا كنا فاتحين الجيم. في حين ان احنا في الماتشات اللي حققنا فيها نتائج جيده هناك في بريتوريا او هنا في القاهره كنا بنضيق المساحات على لعيبه سان داونز وبنخنقها وبنلعب على التحولات، وده اللي المفروض الغيابات بقى في رايك كانت مؤثره الى اي درجه؟ انا بكلمك هنا تحديدا عن امام عاشور وعن حسين الشحات وعن كهربا. طيب كهربا لا بديل له في النادي الاهلي بكل وضوح، يعني الحقيقه مش هنجمل الكلام. كهربا من عودته من يناير اللي فات وهو مقدم مستوى كبير جدا طبعا. مع نقطه مهمه جدا لازم نركز عليها، كهربا مش مركزه الاساسي مهاجم، عشان الناس بتتعامل معاه في مساله تضييع الفرص تحديدا وبتشيله كتير جدا، رغم ان الراجل ده لو ما كانش موجود، لو ما رجعش في يناير وما قدمش الاداء ده في المركز الجديد عليه، احنا ما كناش نهينا الموسم بالشكل العظيم ده السنه اللي فاتت. دي نقطه لازم تكون في اعتبارات الناس وهي بتتكلم عن كهربا. الراجل مش مركزه الاساسي مهاجم، ومع ذلك بيأدي فيه بكل قوه، بيوصل كتير، صحيح بيهدر انما بيحرز، هو عامل حاسم في كل البطولات. البطوله دي انت وصلت فيها للمرحله دي بسبب كهربا. ماتشين سيمبا سجل وصنع، ثلاث اهداف بتوعك بصمته عليهم، سجل هدفين، هو هداف البطوله لحد دلوقتي، وصنع هو الاكثر مساهمه تهديفيه في البطوله. دي حاجات لازم نحطها في اعتباراتنا واحنا بنقيمه، حتى لو في مشكله وانا اتكلمت عنها هنا في القناه وقلت ان عنده مشكله في الفيرست تاتش، لو حسنها هيوصل لمرحله تانية، ده مش معناه ان هو مهاجم قليل، بالعكس هو افضل مهاجم موجود في الدوري المصري. كهربا بيقدم اداء ممتاز، والحقيقه ان بدلاؤه لم يقدموا نفس الاداء خالص ولا حتى نصه زي ما بنقول. فكهربا مهم جدا يكون موجود، ان شاء الله تكون اصابته بسيطه ويكون موجود في لقاء العوده، لانه هيفرق مع الاهلي بشكل كبير. امام عاشور برضو الحقيقه من اللعيبه اللي اضافت كتير جدا من ساعه ما دخلت وقدمت شكل اداء مميز جدا، والجمهور اتعلق بيه ولهم حق الحقيقه، لانه قدم اداء كبير جدا واضاف قيمه كبيره هجوميه بالذات لخط الوسط في النادي الاهلي، ودفاعيا هو بيقدم مردود كويس ومن اللعيبه اللي بتلعب بقلب قوي وكل كره بيدخل عليها. يعني هو في الحته دي من حمدي فتحي ان هي اخر كره، كل كره بيدخل عليها هي اخر كره في الحياه هو لازم ياخدها. وهجوميا هو عنده اضافات كبيره جدا قدمها للنادي الاهلي، فغيابه كان مؤثر. حسين الشحات صحيح بيمر بفتره كويسه جدا وفورمه عظيمه، لكن كمان رضا سليم بيأدي اداء كويس جدا، فانا ما كانش عندي يعني تحفظ قوي على غياب حسين الشحات عن المباراه، خصوصا ان احنا بنلعب كل يومين او كل ثلاث ايام، فربما يكون شايله لمباراه القاهره، مش هيقدر واحد فيهم يلعب الماتشين خصوصا مع مسافه السفر الكبيره. فايا كان مين اللي موجود منهم، الاثنين بيأدوا نفس الاداء، واحنا في الحقيقه عندنا من ساعه ما كولر من بعد مباراه سان داونز بتاعه الخمسه واحنا بقى عندنا تحول كبير في الاداء، وبقى عندنا سيستم لعب، وبقت كل اللعيبه مهما كانت مهاراتها الفرديه هي ترس في مكانها. احنا بنقدم سيستم لعب واضح، فاي لعيب موجود في الحته دي المفروض ان هو بيؤدي. بتفرق بقى من لاعب للتاني في الفروق الفرديه، انما في الاخر احنا ما بنرتكنش لحل فردي عند لعيب عشان نوصل للجول. فرضا مستواه كويس جدا، حسين الشحات مستواه كويس جدا، في فروقات طفيفه بين الاثنين، مش معناها ان واحد احسن من الثاني، لكن متعلقه بطبيعه اللاعب نفسه. في لاعب مباشر جدا رضا حسين الشحات، ما بيلجاش للمراوغه كتير الا لو اتزنق، ومع ذلك بيأديها بشكل كويس جدا. عنده القرار الاول ان هو يبص على غيره او يروح على الجون مباشره. حسين عكسه شويه، حسين بيحب مهارته اعلى، بيحب يروح واحد لواحد كتير، بيحب ان هو اللي يروح على الجول الاول ثم القرار الثاني بتاعه ان هو يمرر. فهي فروقات ما بين اللعيبه، ده ليه ميزته وده ليه ميزته. طيب احنا هنروح فاصل، بس هسالك السؤال ونجاوبه بعد الفاصل، لان انا واعتقد كلنا ملاحظين بيبقى في بعض اللعيبه المتالقه جدا والمهم جدا وجودها في بعض المراكز، ولكن بتبقى مثلا غير موفقه في مباريات مهمه. يعني لو هتكلم عند عبد المنعم اللي هو اطلق عليه فعلا مالديني مصر، ناس اطلقت عليه هذا اللقب، وفعلا هو اقوى دفاع حاليا ممكن تقول عليه في مصر، لكن في مباريات بيتالق فيها بشكل كبير جدا على سبيل المثال، وفي مباريات المستوى الفني بيكون ليس الافضل. فدي انا اديت مثال بعبد المنعم، خلينا نروح فاصل ونرجع للنقطه دي، احنا ليه ده بيحصل مباراه ممكن ومباراه او ما فيش ثبات بمعنى اصح في المستوى. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.
كل حضراتكم مرة تانية لسه بنكمل دردشتنا مع ضيفنا اللي منورنا في حلقة النهاردة الأستاذ صبري سراج الناقد الرياضي. وقفنا معاه في الكلام عند تفصيلة عدم الثبات في المستوى، فكرة التذبذب، ودي الحقيقة من الحاجات اللي ناس كتير لاحظتها. طبعا هي آفة الكرة المصرية عموما يعني، أو آفة اللاعب المصري عدم ثبات المستوى. لكن خلينا نقول برضو ان انك بتلعب كل 48 ساعه او 72 ساعه من اول ما الموسم ما بدا، وبتسافر كتير جدا، حتى التوقفات الدوليه معظم لعيبتك بتروح المنتخبات وبتسافر، فمنطقي جدا الحقيقه ان ما يبقاش فيه ثبات في المستوى بالشكل المأمول. انما الغريب اللي بيحصل في مع اللاعب المصري تحديدا ان النهارده لو هو 80% بكره 20، يعني الجاب كبير بتبقى يعني كبيره جدا. افهم ان انت تكون 80% فتبقى 60 مثلاً. انما تنزل ل 20 مره واحده ده الحقيقه بيكون غريب وملوش تبرير، غير ان اللعيبه ما بتبقاش مركزه، ما بتقدرش تحتفظ بتركيزها مده طويله. عبد المنعم تحديدا الناس شويه يمكن احنا بنقارنه بعبد المنعم، يعني عبد المنعم قلتي ان هو احسن مدافع في طبعًا مصر، هو احسن مدافع في افريقيا الحقيقه، مش في مصر بس. فدايما الناس بتحطه في مقارنه هو والشناوي وعدد قليل من اللعيبه، الناس دايما بتقارن ما بينه وما بين نفسه، هو كان عامل ازاي امبارح فعامل ازاي النهارده. هو ممكن النهارده يكون عبد المنعم من اللعيبه اللي مستواها شبه ثابت، حتى لو حسينا ان هو اقل شويه في الماتش ده عن الماتش اللي فات، انما الجاب ما بتبقاش كبيره، ويمكن بتكون متعلقه اكتر بالمنظومه نفسها عامله ازاي، وحاله اللعيبه في خط الدفاع اللي جنبه كلها عامله ازاي. انما هو بيقدم مستوى فردي بشكل الحقيقه كبير وممتاز، يعني زي ما بنقول ان في لعيبه عندها قصور في حاجات كتير، لا لازم ان احنا نشيد بلعيبه تانية زي عبد المنعم، عنده ثبات كبير في المستوى، عنده شخصيه كبيره وعنده ستايل. من زمان قوي ما شفناش لعيبه عندها، مدافعين بالذات في الكره المصريه عندهم الستايل ده، اللعيب اللي بيعرف عنده ثقه كبيره في نفسه وعنده مهاره، فممكن يرقص وهو اخر واحد، دي حاجات طب بتخلع قلوبنا صحيح انما هو ده عليك ان تقبله زي ما هو، زي ما تقبلنا زمان مثلا ابراهيم سعيد بنفس الشكل، كان صحيح بيخلع قلوبنا واحنا في الملعب بترقيصه وهو اخر واحد في الملعب، ده ستايل. هو هي دي طريقته وده ستايله، فانت بتشتري الباكج على بعضها طب. وهي الحقيقه باكج حلوه، هي ممكن تكون مقلقه انما ممتعه جدا، تيجي تتفرج على الماتش وانت مش قلقان بعد كده تقول يا ابن اللذينه انت ايه اللي عملته ده. فهو لعيب عنده ستايل كبير جدا وممتاز، كون ان هو احيانا ما بيظهرش بالشكل اللي احنا مستنيينه منه، ده انا بشوف ان له علاقه بالمنظومه كلها، حاله الافراد اللي حواليه عامله ازاي، لان في الاخر الكوره لعبه جماعيه، فانا حتى لو كويس لوحدي واللي حواليا مش كويسين ادائي مش هيطلع زي ما الناس بتستناه مني دايما، لاني بعتمد على احنا بنتحرك واحده واحده، فانا حتى لو واخد مكاني صح واللي جنبي مش واقف صح صحيح هتبقى مشكله. لكن هو الحقيقه من افضل المدافعين لحد دلوقتي في البطوله، هو افضل من يعني انا بشوف ان هو السنه اللي فاتت ومكمل السنه دي المدافع رقم واحد جوه القاره، ويتفوق على مدافعين كتير جدا افارقه بيلعبوا في الدوريات العالميه كمان. صحيح، كلام محترم. طب خلينا بقى نتكلم على المباراه القادمه، وايه المنتظر من النادي الاهلي فنيا وتكتيكيا؟ بمعنى انا دلوقتي لما اجي اتكلم في مباراه الذهاب، انا لعبت لعب جيم مقفول، حاولت ادافع بشكل اكبر، وده ادى مساحه للمنافس ان هو يضغط عليا، وفي نفس الوقت كان في يعني تكتل دفاعي، وانا كان عندي مشكله اوريدي اصلا في الدفاع، ما قدرتش ان انا برضو احمي المرمى بتاعتي بشكل كبير جدا، والناس كلها لمت الشناوي على الجول يعني اللي احرزه سان داونز. تعالى بقى في مباراه الذهاب، انا بشوف عفوا الاياب، انا بشوف ان هي هتبقى اصعب من مباراة الذهاب لأسباب كتيرة، بغض النظر ان هي على ارضي وسط جماهيري، بس القصة كلها ان انا عارف ان سان داونز جاي ومستقتل ومستبيع ومش فارق معاه حاجة، وهيهاجم من اللحظات الاولى وهيلعب جيم مفتوح وهيعتمد على الهجمات المرتدة وغيره. ده لو انا كنت ههاجم، هل انا بقى مطالب ان انا العب برضو جيم مفتوح واهاجم، ولا المفروض يكون في ميكس ما بين الدفاع والهجوم علشان المباراة برضو يتم السيطرة عليها بشكل كبير؟ طيب خلينا الاول نتكلم على الجول اللي دخل فينا في الماتش اللي فات، وان الشناوي يشيل جزء كبير منه انما لا ما يشيلوش كله. تمام. يعني دي لازم برضو نقطه تبقى واضحه جدا، خط النص كان فين؟ ما كانش فيه ضغط من خط النص عشان اللعيب يشوط من المسافه دي. وبعدين نتكلم على تحرك الشناوي، الشناوي كل الناس بتتكلم انه ما فردش ايده او مش عارف ايه، هو اصلا الشناوي خد خطوه غلط، يعني خد خطوه في الاتجاه العكسي غلط، فما قدرش يلحق نفسه، فبالتالي ما قدرش يفرد ايده، دي طبعا مشكله تركيز. فاحنا بكره وخط الوسط اللي ما ضغطش، مروان عطيه تحديدا او حتى مفتوحه تماما قدام اللاعب او حتى محمد هاني صح. فاحنا بنتكلم عن برضو مشكله تركيز، فاحنا بكره اول حاجه مطالبين بيها قبل الخطه وقبل الشكل اللي هنلعب بيه هو التركيز، اللعيبه لازم تبقى مركزه 100%
اللعيبه لازم تكون هاديه، واللعيبه تكون لازم تكون نازله وعارفه انها بتدافع عن اسم نادي هو اكبر نادي في الشرق الاوسط، وبيدافعوا عن اسمائهم اللي هي اسماء كبيره مش قليله خالص. فانا نازل زي لعيبه صن داونز، لا انا كمان افضل من لعيبه صن داونز، انا البطل، انا بطل افريقيا، انا اللي بحقق البطوله دي كل سنه. صح. فما ينفعش انزل وانا الان من فريق ايا كانت قيمته، وهو فريق كبير الحقيقه وبيقدم كره ممتازه، انما في الاخر نفسه مش طويل وجاي لك وعنده حوافز متضاعفه. صحيح، هو بيبني الماتش اللي فات. ما تسمحوش للاعيبه صن داونز ان هي تبني تاريخ على حسابكم ببساطه. شكلنا في الملعب هيبقى عامل ازاي؟ برضو احنا لازم نكون مضيقين المساحات على لعيبه صن داونز. انا بشوف ان فوزنا 2-0 في القاهره ايام من سنتين تقريبا او سنتين وشويه هنا بجوليل علي معلول، الماتش ده المفروض يكون ريفرنس للطريقه اللي تلعب بيها صن داونز. انت بتضيق عليهم المساحات. صحيح هم مش هيمتلكوا الكوره بالشكل الكبير زي المباريات اللي بتبقى على ارضهم بطبيعه الحال، هو بيلعب بره ارضه اصلا كسبان واحد، فبرضه هو هيبقى عنده سن التحفظ وهيحاول ان هو مع الوقت يدخل في الجيم ويبدا يهاجمك، فما تديلوش الفرصه دي. برضه ما تفتحش الجيم ان انت تهاجم بشكل كبير وتضغط صن داونز في نص ملعبه طول الوقت والكلام ده، ده هيكون صعب جدا ان احنا نواجهه. الحقيقه احنا نلعب جيم متوازن، نكون مسيطرين اغلب الوقت على نص الملعب، ما نستعجلش الفوز، يبقى في تمريرات كتير، احتفظ بالكره اغلب الوقت او على قد ما تقدر في رجلك، مع الوقت هتقدر تسجل. انت محتاج مبدئيا جول، لو سجلته فانت وصلت للنقطه صفر، انما فكر فناخد المباراه خطوه خطوه مرحله مرحله، ما ننزلش الملعب واحنا عايزين نكسب 2-3 عشان احنا لازم نحط جولين ثلاثه عشان نصعد ونبقى متامنين. لو خدنا المباراه بالعبء ده من الاول، العبء النفسي ده والعبء الذهني ده ان احنا نازلين لازم نكسب 2-3 عشان نقدر نعدي المباراه دي، مش هنحقق نتيجه كويسه. المباراه لازم تتاخد مرحله مرحله. العبرة بقى هنا ان ضغط الجماهير برضو ما يبقاش عامل مؤثر بشكل سلبي، فهمني في حتة اللي بتقولها دي تحديدا، ان ده ما يبقاش اللي هو انا كفريق وكجهاز فني عايز انزل اخلص المباراة عشان اقدم المشهد اللي يليق بجماهير النادي الاهلي، فابتدي ان انا افتح جيم اكتر او ما سيطرش على مجريات المباراة، فده يخليني ادفع الثمن بعد كده بهدف او غيره. يعني هي معادلة صعبة الكولر بصراحة وللعيبة جدا في ارضاء الجماهير وفي النتيجة اللي المفروض يحصلوا عليها. فيعني ارضاء الجماهير هيتم عن طريق الصعود، مش بالزبط. اي حاجة تانية. اصعد ازاي؟ دي مشكلة أو سؤال يجاوب عليه كولر ولاعيبته. الجمهور هو الجمهور، كل ماتش الجمهور رايح عايزك تنزل تكسب 5-6. عموما إن غدا لناظره قريب، وإن شاء الله غدا يحمل لنا أخبار سعيدة مع نهاية اللقاء. وبنشكرك على وجودك معنا النهاردة، نورتنا. كريم متشكر جدا، نورتنا يا مسيو صبري، وبالتوفيق إن شاء الله يعني للنادي الأهلي غدا. أكيد هنتكلم بكرة في تفاصيل أكتر، لكن عندنا أمل وثقة كبيرة جدا في لاعبتنا إن شاء الله إن هم يعوضوا اللي حصل في مباراة الذهاب، ويكون كمان يعني لعب حلو جدا وممتع مع نتيجة أكيد مرضية. أشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة 10 الصبح في الأهلي. مع السلامة.